مشاهدينا مشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم ولقائنا الجديد مع ما وراء الأحداث وحلقة الجمعة 19 فبراير 2016. هنتكلم النهاردة عن الشأن الداخلي الحقيقة بالنسبة لمصر أكتر من الشرق الأوسط شوية، لأن احنا عندنا حادث مهم جدا حصل، ويعني زي ما بنقول كده الدنيا كلها بقى اتقلبت فعلا، يعني بجد انه نلاقي خناقة بين أمين شرطة وبين سواق، ونفاجئ بانه امين الشرطه اتنرفز عليه، طلع الطبانجه بتاعته، طلع مسدسه، ضربه 3 رصاصات، مات. ازاي يعني؟ هو ده امين الشرطه اللي ضرب السائق واللي هو مش شهرته دربكه في الضرب الاحمر، والدنيا اتدربكت في الضرب الاحمر. طبعا الاول لقينا انه حضراتكم الناس اتجمعت ومسكوا هذا القاتل، وبدات طبعا يعني احدث غضب من الناس، راحوا عند مديريه الامن وتظاهروا، النهارده كمان متظاهرين، وبدات تصعد على السطح بشكل كبير. احنا لسه يا دوب موضوع المطريه والاعتداء على الأطباء، وبعدين نيجي في هذا الأمر، وبعدين نلاقي بقى الناس اللي بنتكلم عن التجاوزات دي، اوعوا تتكلموا فيها، انتوا ليه بتتكلموا؟ انتوا كده بتأججوا فتنة أو بتعملوا إشعال نار، ده في خطة ممنهجة على الشرطة. طب وهي الخطة الممنهجة اللي على الشرطة دي يعني هي اللي خلت امين الشرطه يمسك مسدسه مجرد ما غضب من ده وضربه؟ هي اللي خلت انه امين الشرطه في مستشفى المطريه يروح غضبان على الدكتور على الدكاتره ويروح ماسكهم وضاربهم ومبهدلهم؟ ايه بقى الخطه الممنهجه هنا؟ ما ينفعش تقولوا لنا كده. النهارده الحمد لله الرئيس اجتمع بوزير الداخليه وطبعا اصدر بيان وقرارات هامه جدا بانه يجب معاقبه اللي بيتجاوزوا او اللي بيعملوا تجاوزات في الشرطه، وان المنوط بالناس دول ان هم يحموا الشعب مش يقتلوهم. فانت لما النهارده تقول لي انا لو اتكلمت في ده انا باجج نار وباشعل الفتيل هجمه ممنهجه، هجمه ايه اللي ممنهجه؟ طب ما هم اللي يراعوا ده عشان ما يبقاش فيه هجمه ممنهجه. يعني انت النهارده مثلا الهجمه الممنهجه دي من باب الطاق كده ابتدينا نتكلم عن امناء الشرطه، ما فيش اي حاجه عملوها، ولا في تحرش عند مترو المرج، ولا في مش عارف ضرب واحده حامل، ولا في كل التجاوزات اللي حصلت من امناء الشرطه في خلال هذه الفتره، ولما نيجي نتكلم عنها ونقول حاسبه يعني المخطئ في اي جهاز يحاسب؟ لا جهاز شرطه ولا جهاز جيش ولا حتى رئيس الجمهوريه نفسه معصوم من انه يحاسب لو اخطا، المخطئ يحاسب. ايه بقى فيها خطه ممنهجه دي؟ لما اجي انا اقول النهارده كمواطنه مصريه ان هذا الشخص اللي خالف وهذا الشخص اللي قتل انسان بريء وسبب امه وعمل الاعمال دي كلها يتحاسب، ايه مشكله؟ بشعل خطه ممنهجه، فين الخطه دي؟ هي فين الخطه؟ الخطه دي في دماغكم انتوا، الخطه دي وخلوا بالكم وشوفوا بقى. وهنرجع تاني للايام، هو انتوا ناسيين الايام اللي كانت بعد الثوره؟ الله لا يرجعها يا سيدي، الله لا يرجعها، ما احنا مش عايزينها. انتوا ناسيين ان الثوره لما قامت لان كان في برضه هم اشمعنى اختاروا يوم عيد الشرطه؟ ماشي مؤامره، حاضر، بس كان في مخالفات ولا ما كانش في مخالفات؟ كان في اداء غير محترم وغير انساني من بعض من هؤلاء ولا ما كانش فيه؟ كنا بنشوف شرايط التعذيب ولا ما كناش بنشوفها؟ بعنينا بنشوفها، اللي كانوا بيبقوا معلقينهم من رجليهم وبيعذبوا فيهم ويطفوا السجاير فيهم، هم دول ما كانوش شرطه؟ طيب جينا 30 يونيو الحمد لله وقلنا بقى هنستعيد الثقه والشرطه والشعب ايد واحده والدنيا دي كلها. طب النهارده بقى لما يبقى في تجاوز وما تحكموش عايزنا نسكت علشان الهجمه الممنهجه؟ حرام عليكم، نسكت ليه؟ ده حق مواطن. انت يلي بتتكلم الكلمه دي وتقول لنا اسكتوا، لو ده حصل في ابنك ولا اخوك ولا في اي حد من عيلتك هتقول لنا اسكتوا؟ خليكوا واقعيين يا مصريين، اي انسان يحاسب. الاطباء لما اتكلمنا ووقفنا في صفه، لا هو انتوا بتشوفوش الاطباء المهملين؟ هو انتوا بتشوفوش الاطباء بيعملوا ايه؟ يا سيدي انا مش بقول لك انهم كلهم، مفيش حد ملايكه، لا الاطباء كلهم ملايكه، ولا المهندسين، ولا الضباط، ولا ضباط الجيش، ولا ضباط الشرطه، ولا كله ملايكه. في مخطئين في اي مؤسسه، في كويس وفي وحش. الكويس نعلعنا على راسنا وبنقدره، اللي بيضحوا من اجل الوطن طبعا يعني بنقدرهم جدا، ولكن المخطئين بقى هيتحكموا ولا حاتم ما يتحكمش؟ حاتم اللي هو الفيلم الشهير اللي هي فوضى، اللي كان بيمثل مخالفات وتجاوزات وتجاوزات امين شرطة بشكل فج، وقال لك يعني حاتم ما يتحكمش. فيا ترى حاتم هيتحاكم
ولا هنفضل كده؟ اعتقد ان بعد كلام الرئيس وبعد ما اتقال كمان ان هيكون في سن لقوانين وهتطرح على البرلمان، نأمل بقى ان يكون فعلا في مجموعة قوانين قوية عشان خاطر هذا الأمر، لأن فعلا الحكاية كده زادت عن حدها الحقيقة جدا. وبدأنا وما تقولناش إن أنتوا بتلقوا عليها الضوء، ما هو أنا بلقي على حاجة الضوء، وظيفة الإعلام وظيفة أي حد لما بتلقي الضوء على حاجة، لما بتنقد حاجة لأنك عايزها أحسن، مش عشان تخرب البلد ولا عشان ترجعها تاني للأيام اللي الله يرجع الله لا يرجعها، الأيام اللي ما كانش فيها أمن، اللي ما كانش المواطن آمن على بيته، اللي نزلوا الناس وحاموا بيوتهم، مش هترجع يا جماعة الأيام دي. لما إحنا نتكلم ونقول المخطئ يحاسب، ده مش هيرجعنا للايام دي. عارفين اللي هيرجعنا للايام دي هو ايه؟ لو انتوا فضلتوا زي ما انتوا كده في باتجاهكم، انه ما تتكلموش ما تتكلموش، والناس بتغلي الناس بتغلي الناس بتغلي، تقوم بقى ثوره تانيه، البلد تتقلب تاني، النظام يتقلب تاني، ونرجع تاني للايام دي. فاهمين الفرق؟ فرق كبير قوي بين ان احنا لما بنتكلم عشان نقول حق المواطنين الغلابه دول، اللي في بعض امناء الشرطه وبعض ضباط الشرطه فاكرين نفسهم ان هم فوق الكون وفوق اي مواطن مصري، لازم دول يتحاسبوا عشان يكونوا عبره لغيرهم ويتحاسبوا اقصى العقوبات يعني يطبق عليهم اقصى العقوبات. لما يحصل ده الناس هتهدى، الناس هتفهم. خليكم يعني، انا هسمعكم النهارده الفيديوهات، الناس من قبل ما حتى بقينا الشرطه الباين الخايب ده اللي طلع، اللي هو قال لك انه قتل غير عمد، واصل كان في خناقه وتلموا اعوان الولد، الفيديوهات اللي جت بعد كده، يعني يشاء ربنا ان يكون في فيديوهات مراقبه، كاميرات مراقبه عفوا، في بعض الاماكن المحيطه بالمكان اللي حصل فيه الحادث، لا الناس اتلمت ولا اي حاجه، ولا ان هو طلع المسدس يدافع عن نفسه، ده قتل عمد. وبرضه يقولوا لك مش متعمد، مش متعمد وثلاث رصاصات؟ امال لو متعمد كان عمل ايه؟ كان شرحه؟ فبالتالي احنا لما بنقول الكلام ده كله، زي ما بقول لكم الناس بقى في بداية التسجيلات اول ما حصل ونزلوا المصورين اتكلموا معاهم والصحفيين، قال لك هتتطرمخ يا بيه، هتتطرمخ زي غيرها، ده مش هياخد حقه، ده مش اللي قتله ده، هتبصوا تشوفوا بقى هيتقال على الدربكه الولد ده الغلبان ده ايه، وهتشوف اللي هيحصل يا باشا، وهتشوف ان الاستاذ امين الشرطه ده ولا هيتحاسب ولا هيجرى له حاجه. تخيلوا، طب ليه توصلوا الناس لده؟ لا، لما يتحاسب بقى كل اللي يخطئ من هذا الجهاز ومن غيره، بعد كده الناس تبقى فيه ثقة ان في ما فيش حد يغلط، واللي هيغلط هيتحاسب ايا كان بقى، طبيب، مهندس، ضابط شرطة، ضابط جيش، اي حد. فبالتالي اللي هيغلط هيتحاسب. ده الفيديو اهو، في شيء بني ادمين واقفين وهو قاعد بيناكف معاه في الاجره وبيشتمه ومش عايز يدفع الفلوس، كان بينقل له بضاعه من او حاجات بينقلها له من مكان لمكان، اتخانق فيه الخناقه، طبعا هو اللي بدا امين الشرطه بالشتيمه لان كان في تباع معاه وجاري، اول ما لقى ضرب النار جاري، طبعا خاف على نفسه من الضرب، بس كان سامع الحوار كله بقى والشتيمه وكله، وشهد الشهاده دي، شهد شهادته انه قعد يشتم، بدا بشتيمه امه وهو والده محمد اللي هو دربكه ده السواق متوفيه، فما يعني ما استحملش انه يتشتم ويتسب بوالدته، فراح شتمه بالمثل وبصينه زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده اهو راح السواق هيجيله من الناحيه الثانيه، ما فيش، فين الناس اللي ملمومه؟ ما فيش، يا بني ادمين اهو هتلموا، لانك بيان الشرطه تقول لك فين البني ادمين اللي اتلموا غير بعد ما قتلوا. الشرطه تقول لك ان اصل الـ 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 الناس اللي هم يعني اقارب ليه او ناس من طرفه، من طرف السواق، هم اللي جم واتلموا، عشان كده ده ادى انه الضابط يبتدي يستعمل السلاح للدفاع عن النفس. ده مفيش دفاع عن النفس، ده قتل مع سبق الاصرار، وتر قتله، قتله عمد، غضب قتله. هو النهارده فعلا زي ما الرئيس بيقول، انت منوط بيك انك تحمي المواطن ده ولا انك انت تقتله؟ اختلفت معاه تقتله عشان انت معاك مسدس ميري تقتله؟ بدل ما تحمي المواطن تقتلهم؟ مواطنين تقتلهم؟ ده بالنسبه للموضوع ده هنتكلم طبعا عنه. عندنا كمان الحقيقه السيسي كان اجتمع بوزير الداخليه في شرم الشيخ، لانه الايام دي او النهارده بالتحديد ترتيبات كانت، والرئيس السيسي وصل علشان ان شاء الله غدا هيكون مشاركه قاده منتدى افريقيا، بمشاركه قاده افريقيا ومنظمه الكوميسا. وطبعا هنا دي الامن اللي وزير الداخليه كان راح من امس علشان خاطر يتابع الحاله الامنيه، طبعا لان في ضيوف مهمين جدا وقاده افارقه هيحضروا هذا المنتدى. عندنا يعني دي كلها الاستعدادات لاستقبال المنتدى. كمان عندنا برضو بعض الأحداث كده الغريبة، لما تلاقي وزير الآثار، عندنا الوزراء بيبدعوا في التصريحات، عباقرة عباقرة جدا.
وزير الآثار بقى بيقول لنا إيه؟ عارفين طبعا الموقف بتاع تعامد الشمس على بعض المعابد الفرعونية، وإزاي إن بيتعمل له، وإزاي بيتعمل له تقارير من قنوات عالمية وقنوات عربية. فيجي بقى وزير الآثار يقول لك إيه؟ يقول لك تعامد الشمس على معابد الفراعنة صدفة. صدفة. لا ده كده يعني محض صدفة انها بتيجي في الاعياد بتاعتهم واعياد مناسبات خاصة بالملوك في المعابد دي، فيقول لك دي صدفة. ده حتى الناس قالوا له ده حتى يا ابن الحلال لو هي صدفة انت كراجل مسؤول والسياحة شكلها ايه عندنا، استغل الحدث ده وانت وزير اثار ومش فاهم في الاثار، مش دارس الاثار، مش دارس حتى التاريخ، ان دي فعلا ظاهرة انه عظيمة جدا سواء بالنسبة لبعض المعابد وسواء للهرم كمان، انه في بناء اللي هو عجز العالم وانه اعجاز علمي والعلماء كلهم يعني حتى العلماء قالوا له ان ده رأي شخصي. تخيلوا لما العلماء يردوا عليه ويقولوا له رأي شخصي، طب حضرتك وزير آثار ازاي؟ الضماطي انت وزير آثار ازاي؟ صدفة ايه اللي صدفة؟ ادرس اقرا اسأل حد قبل ما تقول التصريحات دي كلها، عندنا تصريحات قاتلة قاتلة. وهي دي الوزارة وهي دي الحكومة اللي المفروض ان كام يوم هتعرض برنامجها على البرلمان وان البرلمان يديها الثقة. انا بربق بقى بالبرلمان ان من فضلكم من فضلكم شوفوا حل في موضوع الحكومة والتصريحات الغريبة اللي بتصدرها اللي بتصدر عن الحكومة. الحقيقة طبعا يعني للتعليق على الحادث الأخير بالنسبة لقتل مواطن على يد ضابط شرطة أو أمين شرطة، معانا ومع حضراتكم سيادة اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ووزير مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء برحب بحضرتك معانا. سيادة اللواء ايوه يا فندم، انا مع حضرتك. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. بالتاكيد طبعا يعني الاول تعليق حضرتك على هذا الحادث، ويمكن اكيد حضرتك تابعت كل ما من البدايه من اول الحادث، التجمهر الناس راحوا ناحيه مديريه امن القاهره، بيان الداخليه اللي صدر بعد كده نفي، مش نفي، البعض اللي دافع عن او كذب هذا البيان، يعني بكل الاحداث دي حضرتك شايف الاحداث دي ازاي يا سيادة اللواء؟ حضرتك يا دكتور، نعم اولا الحادثه دي يعني تقدر تقول انها تصرف حتى رجل الشرطه، يعني شاويش الشرطه، رقيب الشرطه اللي تصرف فيها تصرف كمواطن مصري مش رقيب شرطه، ليست لها اي علاقه بعمله لا اثناء ولا بسبب. هو رقيب شرطه نعم يعمل في اداره شرطه نقل ومواصلات في خدمه مترو الانفاق، خلص خدمته وروح نزل هو بيجهز شقته للجواز، صحيح محتاج شوية رخام، نزل في منطقة اسمها وحوش آدم في الضرب الأحمر تحت طابة قريبة جدا من مديرية أمن القاهرة، فيها ورش تصنيع رخام كتيرة جدا، عمل الرخام اللي عايزه لحمامه ولنضارة المياه والمطبخ، حاجات بسيطة يعني في أرفف يعني، وبعدين بيجيب عربية ميكروباص اسمها سوزوكي عشان خاطر تودي الحاجة دي لبيته في العمرانية. كل ده بيتصرف كمواطن عادي، تمام بيتفق مع السواق. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم، وبشكرك لأنك بتحكي القصة بالتفاصيل، بشكرك جدا. نعم العفو. وبعدين بيتفق مع السواق على الأجرة، اختلفوا على الأجرة، حصلت تمام ما بينهم مشادة، لا 150 لا 120 لا كذا لا كذا، بتاع تطاولوا على بعض هما الاثنين، فالسواق ده واقف في وسط موقف عربيات سوزوكي، السواقين كلهم تجمعوا حواليه، بدأ يحس هو كان ضعيف البنيه، يحس ان هو هيتضرب والسواقين هتضربه، طلع السلاح الميري بتاعه عشان يضرب طلقتين في الهواء يصد اللي حواليه، الطلقات جت في السواق اللي كان بيتخانق معاه اردته قتيلا، طب بساعد في ساعتها عفوا السواقين سيادة اتجمعوا اللواء عليه انا اسف كسروا عظمه هقطع هقطع وخدوه. حضرتك، بس الفيديو اللي انتشر عن كاميرا المراقبة اللي كانت بترصد ده محدش خالص اتجمع وقت قتله، وحتى التباع اللي كان معاه اللي شاهد الواقعة كلها هو لما غضب ضربه. ويعني انا اسفه اني يعني لاول لا مرة ما فيش، بختلف مع معلش حضرتك. معلش، نعم لا ولا يهمك، بس الفيديو ده اكيد 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 يعني انا باكد لك انا ما شفتوش مختلط، لان انا من سكان المنطقه دي، انا من سكان الضرب الاحمر، منطقه خوش ادم دي حاره ضيقه جدا جدا جدا، بتدخل على 20 30 ورشه رخام، ما طب فيهاش كاميرات احنا خالص برضو، خالص. لا هو قالوا ان في كاميرات في المنطقة، بس انا برضو يعني برجو من ممكن يبقى حضرتك. واحد، يبقى واحد ممكن، نعم ممكن واحد صور، ممكن واحد صور بتليفون مثلا
بعد الواقع او حاجه زي كده. لا لا، ده بنصور بقى الواقع الدراما وهو والضرب بتاع بيقع ودربكة ده بيقع يعني. احتمال. يعني فانا بقول لحضرتك بص هو في انا قلت النهاية يعني لحضرتك هو تمام. ضعيف، ضعيف البنيه وجبان وضرب وغلط، مش بنكرر على هذا الغلط. اتجمعوا عليه بقى السواقين كسروا عظمه وخدوا سلاحه، هو دلوقتي في غيبوبه بتاعت متاهل امبارح في مستشفى الشرطه بين الحياه والموت، واحتمال الاكبر ان هو يعني ربنا يشفيه، يعني احتمال ان هو يعني ما يعديش منها. لغايه كده والواقع عاديه جدا جدا جدا، لغايه ما فتشوه وعرفوا ان ده رقيب شرطه مراهين على مديريه امن القاهره، متجمعين حوالي 3000 واحد ويهتفوا ضد المديريه، والمدير الامن نزل واصر انه ينزل، والضباط حاولوا يمنعوه، اصر ينزل يفهمهم اولا الراجل ده مش تبعنا، مش تبع مديريه امن القاهره، ثانيا هو احنا مش بنبرأ منه ولا حاجه، لكن هو الواقعه دي واقع باعتباره راجل مدني بيوظف في شقته، مش باعتباره شرطه، باعتبار حضرتك يعني مش تصرف شرطي، مش واحد موقف لجنه بيفحص رخص بيعمل بتاع بس تجاوز هو معاه استخدم بصفته السلاح، الشرطيه. استخدم سلاحه الميري، السلاح بتاعه، سلاح ايوه العمل دي السؤال. يعني كويس هنا ده. كويس انك انت حضرتك قلت السلاح الميري. ليه بقى نعم. السلاح الميري؟ انا وانا مدير امن في الاقصر وفي المنيا ومساعد وزير في وسط الصعيد وشمال الصعيد تبع مديريات امن الفيوم بني سويف المنيا اسيوط سوهاج الوادي الجديد، كنا بنحرص تماما مع القيادات كلها ان افراد الشرطه يوم الخدمه ياخد السلاح المناسب للخدمه، يقوم نفسه في الدفتر بنسبه رقم السلاح وعدد الذخيره، يرجع من الخدمه يعود نفسه ويسلم السلاح والذخيره برقم السلاح والحاجات دي كلها، تمام؟ الى ان حصلت احداث الارهاب الاخيره دي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، امناء شرطه وافراد شرطه كتير جدا اتقتلوا على الهويه لمجرد ان هو امين شرطه او فرد شرطه في الشرقيه في الغربيه صحيح، وفي ده حلوان حصل. وفي الجيزه وفي العريش، وفي العريش بقى تجاوز ان هم يقتلوه هو بس، ده فجروا البيت بيه وبعيلته وبوم مراته وبوم واولاده والكلام ده كله. ده صحيح. فالافراد تجمعت وطلبت طلب مشروع، قالت انتوا كده مسلمينا، احنا مستهدفين لمجرد ان احنا لابسين ميري او لمجرد ان احنا معرفين شرطه، طب سيبوا السلاح معانا ندافع بيه عن نفسنا لاغراض الارهاب للحمايه ضد الارهاب بس، رؤيه الاستجابه لمطلبهم العادل في الدفاع عن نفسهم، لان في اكثر من 25 امين شرطه اتقتل قدام بيته لمجرد انه امين، امين وفرض يعني. تمام طبعا حضرتك ده تمام السبب في ان السلاح الميري اتفضل مع الافراد، لكن ايام ما قبل الارهاب ما احنا كنا في الخدمه كان الوضع زي ما بقول لحضرتك، بيروح على شويش السلاح يستلم من السلاحليك السلاح المناسب للخدمه، سواء كان رشاش بريتا ولا بندقيه الي ولا طبانجه، وبالرقم وبالذخيره بالعدد، ويرجع من الخدمه يرجع السلاح بالرقم وبالذخيره وبالحاجات دي كلها، ويستخدم طلقه ولا طلقتين بيعمل بيها مذكره ويتحاسب عليها كده، ويتحاسب على ثمن الطلقات لو كان بلا داعي. تمام. طب حضرتك لكن دلوقتي الوضع ان هو بيستلم السلاح بصفه شخصيه عشان الدفاع عنه لانه مستهدف، لان التنظيم بتاع الذئاب المنفرده وبتاع اجناد مصر وبتاع كل الجماعات المنبثقه من التنظيم السري للاخوان المجرمين بيستهدف رجال الشرطه وهي خارجه من بيتها راح لعملها او وهي راجعه في موقف الضعف ده وهي بتركب مواصلات عاديه. أنا مع فرؤي ان هو حضرتك استغلال عقلهم السلاح، سيادة لكن اللواء. هذا الفرد أيوة تمام تجاوز بانه استخدم السلاح الاميري في غير الغرض المخصص ليه. تمام وهتطبق عليه القانون واتعمل محضر الكلام ده واتسال 4 شهود مع المتوفي، المتوفي ده جاري انا من الضرب الاحمر اصلا وعارف عيلته كويس جدا وولد كويس جدا جدا جدا. كل حضرتك الناس بتشكر فيه وتبلغ فعلا. وتبلغ للنيابه، والنيابه امرت بالتحفظ على المصاب في المستشفى لحين امكانيه استجوابه وبتتابع امكانيه استجوابه، بس هو في غيبوبه فعلا يعني في غيبوبه دلوقتي متعين عليه حراسه على انه متهم بقتل عمد، حتى مش ضربه قبض على موت مع انها ايه؟ انها مشاجره وقتيه مش حد متربص بحد يعني، لكن احنا ما بندافعش عنه. هو شأنه في النيابه والنيابه وشأنها مع الظروف والملابسات واقوال الشهود والحاجات دي مش قضيتنا. تمام طيب. قضيتنا هي الروح يعني محاوله استعداء الشعب كله على جهاز الشرطه كله، وان محاوله استرجاع ما قبل 25 يناير من بقى دولة حاتم مش عارف ايه ومش حاتم والشرطة وتلوثات الشرطة لتهيئة الرأي العام ضد الشرطة لأحداث مقبلة. أنا بقول لحضرتك دي هو كده تهيئة لأحداث مقبلة. احنا ضد ده تماما، ولكن يعني تمام. سيادة اللواء هو اللي حصل ان كان في بعض التجاوزات بس اللي جت ورا بعضها يعني، والبعض كان حتى بالظبط. الاسر نفسهم حاسين انه مش هيتحاكم يعني، قال لك هتترمخ عليها مش بس اسرة هذا. احنا شفنا في حادث حضرتك المطرية برضو يعني في تعدي امناء الشرطة. 250 بصي هم 250 امين شرطه اه كلها
250,000 احنا الافراد كلهم حوالي نص مليون. نعم. تمام؟ نص مليون دول هل انا بقول مثلا هم ملائكه الرحمن؟ لا، لا ملائكه الرحمن ولا شياطين الانس. تمام. هم شريحه من شرائح المجتمع ليهم اخطائهم وليهم وفيهم المجيدين جدا وفيهم المسيئين جدا. الفكره هنا ان الوزاره، هل الوزاره تتقاعس عن اتخاذ الاجراء القانوني الواجب الاتباعه ضد من يتجاوز او يخالف القانون او يعتدي على الناس او الكلام من ده؟ لا. بتقدمه على طول احد امرين، لو كان الامر يشكل جريمه من جرائم قانون العقوبات بتقدمه للنيابه العامه على طول، لو كان الامر يشكل مخالفه شرطيه بتحيله لقطاع التفتيش والرقابه، وقطاع التفتيش والرقابه اشد من النيابه في 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 التعامل معاه مع المخطئ. بيديله جزاءات وبيحاكمه، بيديله جزاءات بدءا من الانذار والخصم من راتبه والايقاف عن العمل والابعاد عن عمله والاحاله الاحتياط او العزل من الوظيفه او الاحاله الوظيفه مدنيه. نعم. يعني جزاءات رادعه جدا لا تتوفر في اي مصلحه اخرى. طيب حتى لو كان الامر، حتى لو كان الامر لا يمت بصله الى عمله، يعني لو حضرتك مثلا صحفيه وكان حد جاي يشكيك باعتبارك صحفيه رؤسائك في العمل يسالوه، لكن لو جارك في البيت قال دي ركنت عربيتها مكان عربيتي الغسيل نقط على الغسيل، هيقول له انا مالي روح اعمل لها محضر في القسم. لا احنا بقى معنيين بكل هذا الكلام، سواء كان الامر يتعلق بعمله الشرطي او بحياته الشخصيه ومسلكه، ولينا منسوب كده نقول ان هو لما نسب اليه وثبت في حقه من تجاوزات اساءت اليه والى الجهه التي ينتمي اليها ويتحاكم على طول. طب تفتكر ليه برضو حضرتك يعني سيادة الرئيس السيسي النهاردة كان أشار بأنه يجب معاقبة المخطئين وأن الشرطة المفروض منوط بها حماية الشعب وليس قتلهم؟ و ما اختلفناش في هذا. يعني ما اختلفناش في هذا. تمام. المخطئين لابد أن يعاقبوا ويعاقبوا بشدة كمان. ليه؟ لأن احنا مش عايزين ندي لأي حد المبرر اللي ولا اللي يعمل لنا فيها أبو عزيز جديد ولا خالد سعيد جديد ولا كلام من ده. بالظبط. ولا تهيئة الأجواء اللي ما قبل 25 يناير عشان المؤامرة مستمرة لسه. احنا معاه في الشيء في هذا وبمنتهى الحسم ومنتهى الشدة إن اللي يغلط يشيل غلطه. تمام. لكن ما تنسبش احنا نقول ما تنسبش للجهاز كله، خاصه ان الجهاز لا يتفاعل. احنا مع حضرتك تماما، بس الفكره بس اللي احنا بنرجوها انه فعلا يكون في عقاب واضح، ان احنا عايزين نغير الصوره دي اللي لسه ما زالت في ذهن المواطنين. في محورين، في العقاب، العقاب الحازم والحاسم في ساعتها ده مفروغ منه. تمام. الاتجاه الاخر اللي هو التوعيه والتلقين الدائمه من كافه المستويات الاشرافيه لصغار الضباط وحديث العهد الخدمه من الافراد بان يا اخوانا ما تديش لعدونا السلاح اللي حاربنا بيه. تمام كده. يعني يا اخوانا التزم، التزم زياده عن اللزوم، وخلي فيه ضبط النفس، وخلي فيه قياسه، وخلي فيه احترام لاول انسان، وكل هذا الكلام. لانه الخطا من عامه الشعب ده بيبقى خطا، يعني ممكن ان هو يعني بنقول ده عامه شعب، لكن لما بيكون من فرد شرطه المفترض ان هذا الفرد بيكون دخل في تدريبات كثيره جدا، المفروض حتى البعض بيرى انه المفروض يتعمل لهم كمان كشف نفسي يعني، وانا ما اعرفش يعني الحكايه دي برضو مش عيب، ايه المشكله؟ لانه بيتعامل في ظروف صعبه. نعم. احنا مش، لا احنا مش معينين شويه مجانين او مرضى نفسيين، هو قبل ما بيخش معهد الامناء او حتى معهد الافراد وكليه الشرطه بيتعرض لكشف طبي ونفسي صعب جدا جدا جدا، وكشف مش طبي في كل شيء. تمام. بتطلع حاجات، ده بيخرج، ده نص الشباب اللي داخل بيخرج على حاجات لا تتخيليها يعني. صحيح. والنفسي ده اساسي فيه، وزائد التدريبات العمليه جوه، لان انت اصلا بتعامل في ظروف مع ناس اصلا منزعجه، واصلا اللي عنده قتيل، اللي عنده مسلوب بالاقراء، اللي عنده هات كارد مطول، اللي عنده اغتصاب، يعني ناس يعني اصلا مشدوده. زائد ان طبيعه عملي انا اصلا مكروهه، انا ما الناس ما بتحبش طريقه عملي، انا بخش اقبض على واحد من وسط ولاده عليه حكم واجب النفاذ، او على واحد هربان من جهات قضائيه طالبها النيابه، او واحد هربان من القوات المسلحه او متخلف عن التجنيد، يعني طبيعه عملي انا اصلا مكروهه، فلا بد انا اوديها بمنتهى الكياسه وضبط النفس. ده صحيح. بوظيفتي يعني. وهي نفس الوظيفة حتى لو حضرتك بتقول قبل ما بيدخلوا بيكون بيتم الكشف الطبي عليهم، نفس طبيعة وظيفة أمناء الشرطة وضباط الشرطة، وظيفة صعبة ممكن تعرضهم لضغوط نفسية، فما فيش ما يمنع من أنه من وقت لآخر يكون هناك يعني يكون هناك متابعة، تدريبات، متابعة نفسية. دكتورة اليومين دول بالذات، اليومين دول بالذات لأنه هو خارج من بيته بتشاهد روحه وما بقاش طامن انه هيرجع، لان في ناس كتيره جدا بتتقتل سواء هي خارجه وهي راجعه او في طبيعه عملها او هي بتتعامل مع جسم قابل للانفجار او الكلام او في حادث ارهابي، فهو اصلا مشدود، مشدود نفسيا ومشدود عصبيا
اللي من دولت عليه اوفر لود جامد جدا جدا والله يكون في عونهم، واحنا بنحاول نرفع روحهم المعنويه، لكن في نفس الوقت اللي بيغلط يشيل غلطه بس كده. علشان ما يسيبش للجهه كلها. متفقين، بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد تحت نور امرك يا الدين دكتور، تحت امر حضرتك، المساعد وزير تحت الداخليه امرك يا الاسبق، دكتور. اشكرك شكرا جزيلا وجود حضرتك معانا دايما، يعني بنشكرك جدا. طيب يعني في نفس الموضوع ولالقاء الضوء على جوانب اخرى، وعلى ايضا بيان السيد الرئيس السيسي النهارده بالنسبه لموضوع التجاوزات، معانا ومع حضراتكم الاستاذ طارق العوضي المحامي بالنقد. استاذ طارق برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب احنا يعني انا عارفه ان حضرتك كنت معانا واستمعت الجزء من كلام سياده اللواء محمد نور الدين. الدنيا هنا برضو يعني انا واقفه في مفترق طرق شديد جدا، يعني صعب قوي ان المفترق ده. حضرتك دلوقتي اول ما بنتكلم عن كل الموضوع ده بتبتدي النبره بتاعت يا جماعه انتوا كده بتشاركوا في هجمه ممنهجه على كل قطاع الشرطه. مش قادرين، مش عارفه ليه مش قادرين ياخدوا الفكره من انه احنا كل اللي بنطالب بيه كمواطنين مصريين محاسبه المخطئ ليس اكثر ولا اقل. خليني احييك الاول عن حضرتك، بس يعني لمست النقطه دي حاجه مهمه جدا يعني. نعم. يعني بالتاكيد اي حد عنده مشكله لازم الاول يقر ان عنده مشكله. بس كده. اذا لم يقر اصلا ان عنده مشكله وبالتالي مناقشه المشكله هي نوع من انواع العبث. بنضيع وقتنا على الفاضي وبنتكلم على الفاضي. ذات الممارسات اللي كانت بتتم ايام مبارك واللي ادت الى اسقاط نظام مبارك هي اللي بتتم الان وبشكل أسوأ. ما ينفعش حد يطلع يقول لي دي فرديه، وما ينفعش نمارس ثقافه الانكار والازاحه. ننكر ان هناك ازمه في منظومه الامن في مصر فيما يتعلق بحاله بالتعامل مع المواطنين، فيما يتعلق بان هناك حاله من التعالي على المواطن العادي، فيما يتعلق بان هناك رغبه في الانتقام من الشعب المصري الذي ثار في 25 وفي 28 يناير 2011، ثم نزيح هذه الازمه والمشكله الى ما يسمى بالمؤامره التي تتعرض لها مصر، وكأن هذه المؤامره هي التي جعلت امين الشرطه يطلع سلاحه ويضرب، وكأن هذه المؤامره هي اللي خلت اسم المطريه يقتلوا المحامي عندهم، وكأن هذه المؤامره هي اللي خلت الامين يضرب في اسوان امبارح تسلم النار والنهارده يتحرق بيت الاسوان. لا يا سيدي، انتوا اللي عاملين المؤامره، لو في مؤامره بقى حقيقيه بجد ونقدر نمسكها فانتم تساعدونا في نجاح هذه المؤامره. بممارسات غير مهنيه بالمره تفتقد الى ثقافه ومعايير حقوق الانسان، تفتقر الى الحد الادنى من الانسانيه واحترام هذا المواطن، وفي النهايه يتقال ان احنا قدام مؤامره. النهارده بصراحه يعني بارقه الامل في الجمله اللي قالها الرئيس البيان اللي طالع من رئاسه الجمهوريه. نعم. في ان هناك في ان لابد ان نفكر في اعاده هيكله وزاره الداخليه، وده الكلام اللي بنقوله من زمان، لابد ان نعيد هيكله وزاره الداخليه تاني، لابد من رفع كفاءه الضباط والافراد، لابد من استخدام وسائل علميه وتكنولوجيه في الكشف عن الجريمه وفي محاضر الاستدلالات جبل الاستدلالات، لابد من تنميه ثقافه حقوق الانسان. حاله العداء ديت اللي موجوده او بلاش العداء، التنافر اللي موجود بين المواطن وبين رجل الامن ده لابد ان يتم معالجتها على المدى البعيد. على حضرتك لما قلتي ان احنا نخضع الاشخاص الشرطه لتدريب نفسي ولكشف نفسي اتقال لك بسرعه احنا مش معايرين مجانين، وكان المفهوم النفسي هو الجنان، ودي كارثه على فكره. يعني العالم كله مرضى نفسيين، كلنا عندنا مشاكل نفسيه وكلنا بنروح دكاتره بيبقى عندنا ازمات نحس احنا محتاجين نتكلم فيها مع حد يقول لنا نتعامل معاها ازاي. لا، في فكره الانكار دايما ان احنا بننكر اي مشاكل، احنا زي الفل، احنا كله تمام، احنا مفيش عندنا اي مشكله خالص، دي حادثه فرديه. طب لو حادثه فرديه احنا ما بنلاقيش عليه، على الحوادث الفرديه لا تناقش، ما بتلاقيش، دي حادثه فرديه، السياق العام هو الذي يناقش، المنهج هو الذي يناقش، لكن حادثه فرديه محدش بيناقش، احنا بنناقش ومهتمين، ورئيس الجمهوريه قاعد مع وزير الداخليه في اجتماع لمده ساعتين ويطلع ببيان، مش اكيد مش عشان حادثه فرديه، مستحيل. بالظبط. رئيس الجمهوريه لا، ده كان الكلام، عفوا ان مقاطعتك استاذ طارق، لا ده الكلام ان هو قال كده البيان كاتب، اضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس، لا قبل دي، انه السيد الرئيس طلع من السيد مع وزير الداخليه على اخر مستجدات الاوضاع على صعيد الاوضاع الامنيه الداخليه في البلاد، ولا سيما في اعقاب بعض الاحداث
الأحداث الأخيرة التي شهدتها. يعني احنا هنا بنتحدث عن أكثر من حدث، يعني أصل مش ممكن برضو الأطباء يعني الأطباء بتوع المطرية دول الأطباء يعني أطباء النقابة اللي تجمعوا بالآلاف وصلوا لعشر تلاف طبيب، مش معقول يعني برضو دي عشان فكرة حادثة فردية، يعني عشان بس طبيب المستشفى المطرية. يعني بالتأكيد هناك تراكمات ورواسب لأحداث أخرى هي اللي خلت الناس دي كلها تتحرك. في عندنا لابد عن إذا كنا نرغب في جهاز أمني حقيقي يحمل وطن ويحمل مواطن في ذات الوقت، وعلاقة احترام متبادلة بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية في مصر، لابد أن نقر بأن لدينا أزمة في منهجية العمل، لابد أن نقر بأن هناك أزمة في العلاقة بين المواطن وبين وزارة الداخلية في مصر، قديمة ومترسخة ومليئة بمرارات كثيرة، وأن علينا أن نزيل هذه المرارات. وهذا الحديث لا يعني أبدا إسقاط الدولة ولا إسقاط الداخلية ولا كل الكلام العبثي اللي بيرهبونا بيه، فإحنا نقعد ساكتين ما نتكلمش. لا يا جماعة، إحنا حريصين. يعني عندنا كده في مصر المثل بدي يقول لك حبيب يعني حبيبك يبقى صديق من صدقك، اللي يقول لك الحقيقة. أنت غلطان يا عم، أنت عندك مشكلة، لابد أن الداخلية تقر أن عندها مشكلة وتسعى إلى إيجاد حلول علمية ومنهجية لحل هذه المشكلة. لكن هنقعد كل شوية نقول دي مؤامرة وعايزين توقعوا البلد ودي حوادث فردية، يبقى إحنا نقفل الموضوع دوت خلاص وسيب بقى الدنيا. ولما تقع نقول اصل احنا غلطنا، زي ما اتقال في يناير بعد قبل كده، احنا كنا غلطانين فعلا، وحبيب العدل كان بيعمل ومش عارف ايه كان بيحصل، وامن الدوله كان مسيطر، ونقعد نبرر برضه تاني وبرضه ونقول مفيش مشكله هم ولاد. لا، احنا عايزين نبني دوله مدنيه ديمقراطيه محترمه فيها ثقافه احترام حقوق الانسان بشكل حقيقي، فيها تطبيق لنصوص الدستور اللي موجود ده. مش هنستورد حاجه من بره، لا عايزين اتفاقيات من بره ولا مواثيق دوليه، لا احنا عايزين دستور مصر اللي مصر صوتت عليه ب 98% في 2014 يتم تطبيق نصوصه على الجميع ودون اي محاباه بمساواه. الحاكم يخضع لهذا الدستور ويحترمه، المحكوم يخضع لهذا الدستور ويحترمه. دوله قانون لا فرق فيها بين سيد بين كبير وصغير، ولا بين ابيض ومسلم واسود، ولا بين مسلم ومسيحي. فيها مواطنون زي ما الدستور بيقول لدى القانون او متساوون امام القانون. غير كده فاحنا بصراحه يعني بنستهلك صحتنا وبنتعب دماغنا وبنوجع دماغنا على الفاضي، ومش هنوصل لاي نتائج اذا لم نقر ان لدينا ازمه فمش ممكن نحلها. صحيح. طيب البعض برضو شايف انه الرئيس تحرك متأخر شوية، يعني هل برضو حضرتك بتؤيد هذا الامر بانه هذا البيان اتى بعد ما تفاقمت وبعد ما حصل عدة حوادث متتابعة، ولم مثلا يعني ما شفناش حتى اي تعليقات للرئيس وقت الازمة الكبيرة بالنسبة لمستشفى المطرية، فهل فعلا جاء التعليق متأخرا؟ للأسف نعم. للأسف الشديد يعني الكلام ده فيه يعني نسبة كبيرة جدا من صحة. بالعكس انا عايز اقول لحضرتك ان هناك غطاء سياسي وغطاء اعلامي بيتم داخل مصر لتجاوزات الشرطه في مواجهه المواطن المتين، اعلام بيحرضهم على القتل صراحه، تطلع مذيعين يطلعوا يحرضوا يقولوا اقتلوا اذبحوا ما تقبضوش على حد. ثم رئيس الجمهوريه لما يلتقي يقول لهم انا مش جاي اتكلم عن تجاوزات، انا جاي اقول لكم متشكرين وكتر خيركم. لا، ما يبقى عندنا مشكله نواجهها يا جماعه، ما ينفعش. في النهايه دي بلد، العبث باوضاع جوه بلد بتعاني مشاكل اقتصاديه وعندها حرب مع الارهاب في سيناء، واللي بيقولوه عن مؤامرات ما ينفعش انا اساعد على انجاح هذه المؤامره. يعني اخشى ما اخشاه ان نسمع قريبا عباره الان فهمتكم. عباره ايه؟ الان فهمتكم. انا مش سامعاها كويس، انا اسفه. عبارة الآن فهمتكم. الآن فهمتكم؟ ايوه. اوكي تمام كده. طيب العبارة الآن فهمتكم. هو الكلام يعني انا بدأت الحلقة النهارده بالكلام يعني قريب جدا من كلام حضرتك بتقوله، ان احنا النهارده يا جماعة لما بنتحدث عن هذه الممارسات، وحتى لو انت عايز تقول البعض انا معاك انه البعض، ولكن اذا فضلنا بهذا الفكر بانكم ما تتكلموش، لانكم لما بتتكلموا بتشعلوا نيران هذه الهجمة الممنهجة على قطاع الشرطة، وهنرجع زي زمان. بقول لهم ده احنا لو سكتنا على فكرة، ولو فضل الوضع بهذا الشكل بهذا التعتيم والتغطية، هنوصل للي انتوا خايفين منه.
لا ده هنوصل لما هو أسوأ على فكرة. يعني هي دي المشكله اللي مش عارفه ازاي يفهموها. ونفس الحكايه لو اي اسره من الناس اللي بتتكلم دول كان حصل فيهم اي حاجه من هذه التجاوزات، يا ترى كان ده هيبقى رايهم؟ انت اخوان كده يا دكتوره، خلي بالك مش كده على بالظبط، طول ما هو بالظبط على كده طول استاذ طارق، ما هو كده انت اخوان خلاص. حرام حرام ان اي حد بينقد اللي بيحب بلده بينقد عشان الاصلاح وعشان نطلع لقدام الشماعه وعشان موجوده، نوصل، الشماعه يبقى لا موجوده. اما متآمر خاين عميل اخوان، يعني ما مش اخوان هنطلع لازم، بره ما دول. فيش طب يعني، ما تخليني بصي متآمر، بلاش اخوان يعني. كل من لا يسير، كل من لا يسير مع القطيع نصا ما ولا يختلف ينفعش في اي جزئيه ولو كانت بسيطه او فرعيه هو اخوان او متآمر او عميل او بيقبض بيمول من الخارج. بالظبط كده. للاسف الشديد. يا رب الناس تفهم ان اللي احنا بنعمله ده كله واللي احنا بنقوله، وان حتى سيادة الرئيس اهو كونه تحدث اخر جزء بس، حضرتك بتتوقع ايه بالنسبة للكلام اللي اتقال انه يكون في مجموعة قوانين يتم طرحها على البرلمان في اقرب وقت؟ بتتوقع ان ممكن تكون ايه القوانين دي يا استاذ طارق؟ في الحقيقه يعني في ظل مجلس النواب الحالي، رغم ان المجلس دوت المفروض انا من تركيبته النوعيه هو افضل مجلس نواب في تاريخ مصر، يعني في مدخل التحصيل النوعي اللي موجود جواه، بس كنت اتمنى ان العناصر اللي موجوده تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليه ويبقى هدفها فكره التشريع والرقابه الحقيقي وبناء دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه. لكن احنا طبعا الممارسات اللي شفناها في اللي موجوده وما قيل عن اداره اجهزه للقائمه التي ارتفعت هذه الانتخابات، بصراحه عن شخصيا واتمنى يا رب ان انا اكون مخطئ أنا لا أتوقع أن تصدر أي تشريعات عن هذا المجلس يكون من شأنها إحداث نقلة نوعية في العلاقة بين الأمن وبين المواطن. احنا مستحيل. بنتمنى ان حضرتك تكون مخطئ في يا رب هذه الرؤية أنا يا رب، شخصيا وكلنا بتمنى طبعا والله يعني إخواني واحنا بتمنى. معاك بنتمنى هذا، ونتمنى ان يكون فعلا في مجموعة قوانين تسن وتشرع من خلال هذا البرلمان تصلح وتأخذنا فعلا الى الدولة المدنية الحديثة اللي حتى الرئيس ذكرها في كلماته امام مجلس النواب، واحنا اللي بنأمل ده. يعني احنا لغاية دلوقتي مش شايفين خالص هذه الدولة، فنتمنى، احنا شايفين احنا بنرجع لورا مش طالعين لقدام، فيا رب ان شاء الله يكون يعني نظرة حضرتك مش في محلها ونظرة البعض، ويمكن يا أنا رب منهم يا رب. أتمنى والله، أتمنى يتمنى. أتمنى والله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، سعيدة بلقاء حضرتك ووجودك معنا الأستاذ طارق العودي المحامي بالنقد، ونتمنى كلنا جميعا الإصلاح ومصر تكون يعني تسير نحو دولة مدنية. يا جماعة المخالفات دي والناس دول هم اللي بيأثروا على البلد، مش إن عشان إحنا بنتكلم إحنا بنأثر على البلد. لما بتتكلم عايزين نصلح، عايزين قوانين، عايزين المخاطئ المخطئ يعاقب، كل ده إحنا عايزينه. خليني أبدأ مع حضراتكم يعني أقول لكم ببعض الأمور اللي جاءت في بيان الرئيس أيضا، ودي برضو حاجة يعني مهمة جدا، يمكن زي ما بنقول إنه دي من الأمور الهامة اللي احنا عايزين دايما ناخد بالنا منها، مش القصص التانية. أشار السيد الرئيس لأنه على الرغم من عدم انسحاب، خلينا قبليها برضو على السلطات، أكد الرئيس على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تعني في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، حفاظ على أرواح والممتلكات للمواطنين بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. ده اللي احنا كنا قاعدين نقوله برضه في موضوع الأطباء، احترام متبادل، احترام متبادل بين الجميع. أشار السيد الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وجه السيد الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوم، مهم جدا ان يكون في فترة زمنية، لانك لو سبتها مفتوحة كده خلاص هنعمل بقى قوانين وهنشوف، لكن ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء الامني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز. الرئيس ليه بيقول الكلام ده؟
الرئيس هو كمان بقى بيساعد في الهجمه دي كل المصريين اللي انتوا اتهمتونا. اه الرئيس بيشوق شايف ان في هجمه دلوقتي، او ان هو برضو بيؤجج وبيشعل نار الهجمه دي. القوانين مش كافيه، الناس ما بتتحاسبش، لازم المخطئ في هذا الجهاز يتم محاسبته ومعاقبته، لانه ده المفترض ان هو في موقع مسؤوليه، موقع العين عليه. يعني زي اللي قال لك، اللي قعدوا يقولوا لنا ده ايه، طب ما عامه الشعب كلهم بيغلطوا. انا مالي امال عامه الشعب، ما كل الناس في كل الدنيا بتغلط. ولكن انت لما بتتكلم عن امين شرطه وخطا في صميم عمله، في شخص المفروض ان هو يحمي مش يقتل، في شخص المفروض ان هو يقبض على المتحرش مش يتحرش، يبقى انت بتتحدث عن ايه هنا؟ بتتحدث عن كارثه. ازاي انتوا مش شايفينها انها كارثه؟ كارثه بكل المقاييس. وادي الرئيس اهو بيقول عايزين نحاسب، وعايزين يبقى في قوانين وتشريعات، وفي خلال 15 يوم يتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها. وذكر السفير علاء يوسف ان السيد الرئيس له متحدث باسم الرئاسه اكد على ان مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطه الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الامان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون اي تجاوزات فرديه بحق المواطنين. موافقين، وكلنا بنقول كده. كل اللي استشهدوا في سبيل الوطن بنقدر تضحياتهم، كل من قتلوا فعلا لأنهم أمناء شرطة مظلومين بنقدر هذه التضحيات، ولكن المخالف يحاسب، كل من أخطأ في هذا الجهاز يحاسب. خليني أنا من الحاجات المهمة جدا اللي أنا عايزة زي ما قلت لحضراتكم عايزين نسمعها مع بعض، بالنسبة لأنه في بعض الفيديوهات اللي هو أو أخو القتيل ده وهو بيتكلم، وفي نفس الوقت برضو الأهالي وهم بيتكلموا، وشهود العيان اللي شافوا الواقعة. فيعني نشوف مع بعض كده جزء من الأول. أخوه، كل التيمة اللي حاصلة بكل الناس اللي سجلوا كشهود عيان، أو أخو أو أبو الدربكة، كلهم عندهم هذا الإحساس إن هيترمخوا عليه، إن هيقولوا عليه إخوان، إنهم مش هيحاسبوا الجاني طبعا. وده برضو نتج، انا بقولش ان اللي عملوه صح، ان هم لما مسكوه ضربوه، ده مش صح، ولكن ليه بيعملوا كده؟ لانه الاحساس اللي عندهم انه محدش هيتحاسب، ده بيخليهم اللي هو اخو الدربكه هو اللي لابس مقلم برتقاني في زيتي. نشوفه مع بعض. ضربوا بالنار في دماغه، ضرب بالنار. ايه يا عم في ايه؟ هو افترى؟ افترى؟ ده لو كلب يا عم بتشوفه بيموت بتطبطب عليه، لكن ده بني ادم. بني ادم ده فرحه بعد شهر. لا يا باشا، في ايه؟ حرام حرام حرام. ده لو واحد عمل جريمه في منطقه بينزلوا يجيبوه، مش هيعرفوا يجيبوا واحد عامل جريمه من عبهم. ايوه، عشان هو شغال معاهم من بلدهم، عشان هو شغال معاهم. دي اصلا سمعنا وهتشوف، جاي من عالم تاني، وهيلبسوا دربكه تهمه وهتشوف. بس انا بقولها على المرأة الداخليه اللي رامي بلاها على دربكه، دربكه ما عملش حاجه. الداخليه اللي رامي بلاها على دربكه عشان ما حدش يقول عليه حاجه. دربكه بريء، ماشي يا جدعان، شاب فرحه بعد الشهر. ده شقيان يا جدعان، شقيان يا جدعان، سواق عربية سوزوكي، سواق عربية سوزوكي، مش ظابط، مش ظابط. ما هو ظابط مش هيموت، لو ظابط محدش هيقدر يجي جنبه، هيعظم له، هيطلع شهيد. مش ظابط. ايه ده يابا، عشان ما تحرقش الدم كده. قوتوه. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. هيقولوا لك اخوان، هتسمعوا كل حاجه، هتسمعوا على دربكه كل حاجه. انت مستخبي ما ماتش ولا عند حراسه، قدام حراسه اللي هو بتاع العطاره، بتاع العطاره. تمام. ايه الكاميرا بتاعت حراسه جايبه كل حاجه برضه. تمام. الكاميرا بتاعت المديريه جايبه كل حاجه، بتاعت الحاج سيف جايبه كل حاجه، وكاميرا المديريه جايبه كل حاجه. تمام. يعني الكاميرات اللي كانت موجوده عند حراز وكاميرا المديريه وكل الكاميرات اللي في المحلات متعلقه هناك دي، المفروض نقلت الحقيقه كامله او صورت. تمام. انت بقى عينيك شافت ايه بالظبط؟ انا شافت ان لقيتهم بيشوحوا العربيه، صاحبي قام نازل، قام امين الشرطه مطلع التمنجه قام مديله. شفت زي الافلام بالظبط. يعني استاذ محمد علي ده يبقى صاحب حضرتك؟ تمام. اخويا اكتر من اخويا كمان. شعاوي يجي امين شرطه او ضابط خدم في الضرب احمر من 50 سنه من وانا عيل،
ويجي يقول ان في ولد او راجل او واحده شتمت واحد من ضرب امين شرطه من 50 يناير هتهالي كده او من 25 يناير بقبضه في بيوتنا كنا بناخده من ابو عندنا. احمد موسى اقول له عيب ده في ضرب احمد بالكامل كل ده في الوقت ما فيش حد بيصرف بوظ الاعلام دوت اللي احمد موسى اللي ادوله على قفاه بره. احنا مش منطقيين, احنا رجاله كلنا واحد, الضرب الاحمر كلها واحد واحنا بناكل عيش. امين الشرطه ده مش عايز يديله حسابه ليه في شارع مين؟ ينزل ياكل عيش يرجع جثه؟ هل يرضى رئيس الجمهوريه يرضى على نفسه؟ وزير الداخليه يرضى على نفسه؟ من حقه دوت؟ من حق عيل عنده 20 سنه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لما انتخبنا رئيس الجمهوريه عاوزين. انت حضرتك انتخبت السيسي؟ انا انتخبت السيسي. كلنا انتخبنا. بتضحك علي ان اللي يتساءل في الموضوع ده وزير الداخليه, وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه اللي احنا انتخبناه وتضحك علينا. زي ما قال ربي, زي ما استني, زي برضه ما انتخبنا الاخوان وتضحك علينا. الضرب الاحمر مش ملتقيه ولا اخوان. الضرب الاحمر حلو حافظ الضباط الاحرار وده عيالنا محمد خليل, وده عيال من عيالنا هنا الشعب. واحنا وقفنا مع المديريه, وقفنا مع الداخليه, وقفنا مع اسم المفتي, مع مديريه الامن, مع اسم عبدين, وقفنا مع الدنيا كلها عشان البلد تتعدل, عشان دي بلدنا. ما ينفعش الشرطه تعمل كده. ما ينفعش المديريه دي لازم تطلع. احنا بس على الداخليه, احنا مش عايزين داخليه. احنا لا نمسكهم. انت حضرتك تعرف الشاب اللي اتقتل ده؟ ايوه ده سواق جرد شايفه قدامنا. عريس هيخش من حد. ايه تاني حضرتك؟ عريس هيخش من الحال في حزب الله نعم الوكيل فيه في اللي اذاه واللي قتل عشان بيقول له هات فتح الركوبه. والله الامير شرطه ما ينفعش انا ركوبه. راح اصخه بالنار في دماغ حزب الله نعم. وابن اخويا كان معاه واخدينه شاهد في مدريش الامن. واخدينه شاهد فوق. برضه دلوقتي مش عارف يعملوا ايه مع ابن اخويا الاخر فوق. هيترمخوها يا باشا, هيترمخوها يا باشا, هيترمخوها يا باشا. قالتها ثلاث مرات هيترمخوها يا باشا. طيب عشان سمعتوا بس احمد موسى. طبعا احنا بنشكر الصحفي الاستاذ محمد رجب من جريده المال على التسجيل ده, واللي اكد فيه برضو ان في كاميرات. يعني برضو يعني بنامل انه سياده اللواء محمد نور الدين, لانه يمكن بس ان المواضيع فيه مواضيعات كتير وفيديوهات كتير وشهادات شهود عين كتير والدنيا لسه. فالكاميرات والكاميرا اللي احنا بنعرضها على حضراتكم كل شويه دي من الكاميرات اللي اتكلم عليها اول واحد كان بيسجل معاه الاستاذ محمد رجب. فهيطرمخوها يا باشا. في نفس الوقت احمد موسى اتذكر ليه؟ لان ان هم كان راحت اشاعه ان هم بعد ما مسكوه ضربوه مات. فاحمد موسى بقى بدل ما يشوف القضيه نفسها ويشوف انه القتل الاول وانه الرد الفعل, هو ما ماتش. الضابط ده او رقيب الشرطه ده ما ماتش, هم بس مسكوه قعدوا يضربوا فيه. فهزق بقى, قعد يقول كلام وحش قوي عليهم, على سكان الضرب الاحمر وانهم بلطجيه وانهم مش عارف ايه. فطبعا الناس واخدين على خاطرهم جدا. وهو ده نفس الموضوع, انك الاعلام بص رايح لايه؟ انت رايح لرد الفعل مش رايح للفعل نفسه. وهو الناس ليه كان ردهم رد فعلهم كده اهو؟ لان الست ده الايمان بتاعهم. اخوه قال لك هيقولوا عليه اخوان, والبنت بتقول ايه الست دي؟ ودي اللي كان اخوها معاه في العربيه وكان ليه شهاده برضو شهد بيها بانه ده اللي حصل بالظبط, والشتايم اللي حصلت والدنيا اللي حصلت ايه. وبناء عليه الرقيب راح ماسك الطبنجه وضربه بالنار. فبالتالي هيطرمخوها يا باشا دي. وان اللي في اعماق الناس انه اي حد ضابط رقيب شرطه امين شرطه مش هيتعاقب. واحنا لسه عندنا موضوع المطريه واخلاء سبيل, ولسه عندنا برضو اللي كان متحرش بفتاه في محطه مترو المرج وبرضه أخلى سبيله. وإن لغاية دلوقتي بنشوف فين وفين, على بال ما نلاقي من كل الأحداث اللي بتحصل وتجاوزات من أمناء الشرطة أو من ضباط الشرطة واحد منهم بيتحاكم فين وفين. لما بنسمع الكلام ده خلاص اللي في اللي جوه الناس إنهم مش هيتحاسبوا. ده اللي خلاهم, أنا لا أبرر إن هم ولا مع إن هم مسكوه ضربوه, ولكن مشاعر الغضب إنهم شافوا الابن حتتهم اللي هو طبعا يعني بيحبوه جدا, واللي هو زي اخوهم زي ما كلهم بيحكوا انه مشهود عنه اخلاقه روعه, اخلاقه يعني حلوه جدا, وان هو كانت كمان يعني هيتجوز وبيجهز لجوازه كمان, بيقولوا كان فرحه كمان شهر او يعني والاستعدادات والدنيا كلها. فكل ده اثر فيهم, وبالتالي ده اللي اتعمل. انا لا ابرر زي ما بقول, يعني هو انا بقول بس هم عملوا ليه كده؟ يعني عملوا ليه انهم مسكوه ضربوه وهو في المستشفى فعلا دلوقتي؟ احنا بنقول بنتمنى له الشفاء عشان برضه ياخد عقابه القانوني, انه مش عايزين الوضع يوصل لكده والا هتبقى غابه. انه اي وده اللي بنقول عليه خطوره الامر.
لما يبقى فيه عقيدة الحساب، انك انت بتحاسب المخطئ من هذا الجهاز، ولما تتعمق هذا المعتقد او هذه العقيده في نفوس الشعب المصري، يبقى لا في ثوره تانية ولا في ناس هتقوم على الشرطه ولا في هجمه ممنهجه ولا في اي حاجه. ببساطه شديده جدا خلاص هيبقى المواطن عارف انه اي امين شرطه اي ضابط شرطه هيغلط هيتحاسب، وهيتحاسب حساب عسير لانه ما هوش زي اي حد من عامه الشعب. خلاص ما يبقى كده، مفيش بقى ان انا عايز اخد حقي بدراعي، مفيش ان المواطن عايز ياخد حقه بدراعه وان المواطن يغضب والمواطن يثور. كل ده هيتعالج في ايد الشرطه، يحاسبوا المخطئ، يسنوا قوانين، كل حاجه ان شاء الله تهدأ، وده اللي احنا عايزينه. طبعا بيان الشرطه كان زي ما قلت لحضراتكم بيان كان صعب جدا، اتقال ان هم تلموا، بعد ما تلموا تجمع على اسر المشاجره انصار الطرف الثاني مما دعا رقيب الشرطه الى اطلاق عيار ناري من السلاح وعدته، اصاب السائق وتوفى متاثرا باصابته، وتعدى انصار المجني عليه رقيب الشرطه بالضرب، اسفر ذلك عده كسور وجروح في اجزاء متفرقه من الجسم ونزيف داخلي، تم نقله للمستشفى، وتجمع عدد من الاهالي بمحيط مديريه امن القاهره. كل المكتوب ده تمام، ما عدا بس حته ان انصار الطرف الثاني هم اللي تلموا وبناء عليه هو طلع الرصاصه. لا الكلام مش كده، مش انصار الطرف الثاني اللي تلموا. شفنا الفيديو زي ما بقول لحضراتكم بتاكيد، يعني احنا بنشكر الاستاذ محمد لانه رجب، لانه تصويره والولاد الشاب اللي قال لك في كاميرا هنا وفي كاميرا هنا وفي كاميرا هنا رصدت لنا واحده منهم الواقعه دي، وبالتالي صعب ان احنا نشكك. وطبعا كل ده هيتقدم للنيابه، يعني هذا تسجيل الكاميرا المراقبه ده بالتاكيد ان هو هيتقدم للنيابه. جريده الوطن كانت عملت خلال 30 يوم بس رصد ابرز جرائم ومخالفات ارتكبها امين شرطه ضد المواطنين. على تاني يوم السبت 13 فبراير نيابة أول مدينة نصر قررت حبس أمين شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق، لأنه اتهامه بخطف صهره وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة، يعني خطف وتوقيع على إيصالات أمانة. وأمرت النيابة وكانت النيابة أمرت باستدعاء المتهم من محبسه إذ أنه يقضي عقوبة بالحبس في قضية سلاح لمواجهته بتهم خطف صهره وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة ومساعدة ضابط شرطة بمصلحة السجون. ضابط شرطه بمصلحه السجون واربعه اشخاص اخرين. يوم الخميس 11 فبراير كان في المنيا 2 بينهما امين شرطه كانوا بيحاولوا يسرقوا توك توك، وتعرف انه في عصابه لسرق التوك توك واللي بيقودها امين شرطه، الامين الشرطه ده من المنيا. يوم 4 فبراير تم إحالة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، الطالب نجم الدين يعمل أمين شرطة بقسم المصنفات الفنية لمجلس تأديب وحرمان من الامتحان، انتحل صفة طالب آخر بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وانتحل صفة أمين الشرطة ليؤدي الامتحان بدلا منه بكلية الحقوق يدعى هشام صفة أمين الشرطة. 5 فبراير كان برضو أمين شرطة اعتدى بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة، وخلى ده نقابة التمريض أرسلوا رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان في كمان 2 فبراير وقعت صفع أمين شرطة لسيدة في محطة مترو بسبب تعطيلها القطار المتجه للمنيب لمدة 10 دقائق عشان رفضت ركوب رجل 40 مع زوجته وابنه الصغير وأمسكت أبواب العربة مما أدى لعدم استطاعة سائق المترو أن يستكمل الرحلة. يعني أمين الشرطة ضربها علشان هي بتطالب بحقها ان مفيش اي راجل يدخل عربية السيدات. كل دي احداث حصلت. في كمان الاعتداء على المسؤول الاداري بحزب المصريين الاحرار، بيقول ان هو اتعرض لاهانه بالغه في كمين عيون موسى خلال اتجاهه لشرم الشيخ في الساعه 4 فجر الاثنين، رغم انه ذوي الاحتياجات الخاصه، وانه امين الشرطه في الكمين طلب مني خلع البنطلون من اجل تفتيش ملابسي. يوم 20 يناير نيابه حوادث شمال الجيزه برضه حبست امين شرطه وزوجته بتهمه القتل العمد التاجر بسبب خلافات على ايجار. اهانه اطباء المطريه اللي احتشت بسببها 10,000 طبيب، وزي ما شفنا في دار الحكمه، وكان مشكله حتى في فيديوهات بدأت تنزل على فكرة وهم بيجروا الطبيب، كان في القاء في الساحة كده بتاعة المستشفى وهجمين عليه ومسكوه وجروه، وفي شهود عيان شهدوا طبعا بأنه الأطباء تم الاعتداء عليهم. كمان في أمين شرطة اللي تحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج، والسيدة دي زوج المجني عليها دخل في مداخلة هاتفية مع جابر القرموطي، وأن السيدة كانت بصحبتها طفلها، والطفل كمان يعني ليه تسجيلات، انا ما كنتش احب طبعا يكون في تسجيلات، كان في اول الفيديوهات كده مش مبينين وشها ولا وش الولد، وبعد كده تم الافصاح عنهم وكل حاجه، ولكن عموما ان حتى الولد كان يعني بيحكي عن اللي تعرضت ليه والدته، يعني كمان تحرش وخد شنطتها وكل ده قدام عين ابنها، فدي برضو كانت من الحوادث الصعبه.
في كمان برلماني بيتهم ضابط وامين شرطه بالتعدي عليه لفظيا، وده مهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اتعرض لاعتداء لفظي من قبل احد امناء الشرطه بالمطار اثناء استقباله لابنته العائده من المدرسه برحله مدرسيه باسبانيا، وده كان برضو في يعني قريب يعني من كام يوم. كل الاحداث اللي هنا يعني الفكره كلها في تجميع جريده الوطن للاحداث دي. برضو يا جماعه محدش بيجمع علشان هجمه ممنهجه، التجميع ده انه هنا شوفوا في مخالفات في كل مكان، ما احنا ممكن نجمع مخالفات اطباء، ممكن نجمع مخالفات اعلاميين، ممكن نجمع مخالفات اللي انت عايزه، لكن الجهاز ده بالذات المنوط به حماية المواطنين ما ينفعش يصدر منه الاعمال دي، ما ينفعش. ولا ينفع ان ناس تانية بتموت وبتضحي بحياتها هتمسح اخطاء الناس دي، ما ينفعش برضو. الناس اللي بتموت دول ليهم تقديرهم وليهم كرامتهم وليهم محبتهم ومعزتهم وكل ده، لكن اللي هم بيعملوا مخالفات يتحاسبوا. هي دي ببساطة شديدة جدا. زي طبعا الوضع كان صعب جدا انه تحصل عند محيط مديرية الامن التظاهرات، لغاية النهاردة كمان التظاهرات مستمرة، وكل ده زي ما بقول لكم عشان الاحساس بتاع الناس انه هم كده. حتى في التسجيلات اللي اتعملت معهم النهاردة، انتوا ليه واقفين تاني النهاردة؟ قالوا احنا عايزين نقتنع ونتأكد انه اللي قتل دربكة هيتحاسب، ان رقيب الشرطة ده هيتحاسب. كان في برضو سحل ربة منزل حامل بسيدي جابر، لانها اللي اتكتب، وحتى الناس ساعتها استغربت يعني ازاي هو بيسحلها عشان بس بتتكلم في الموبايل اثناء مروره، وانه اكيد الواقع كانت اكتر من كده. يعني الفكرة برضو مثلا يعني اختها هي اللي شهدت وتكلمت وشافت الواقع، قال لها انت بتكلمي مين؟ والمهم ان بيقول ان هي اصيبت بنزيف. زي ما بقول لكم انه كل اللي بيتم التحقيق معاهم بالنسبه للموضوع، يعني بالنسبه للموضوع مثلا التحرش بسيده المترو، بعد ما اتقبض عليه تم اخلاء سبيله، بس اخلاء سبيل على ذمه القضيه والتحقيقات، وفي متابعه للموضوع. فكل الحاجات دي بتحصل انه يعني كلها في اطار المتابعات اللي زي ما بنقول تحقيقات. نفسنا ان يبقى في فعلا في نهايه التحقيقات دي المخطئ ياخذ حسابه. الناس بتوع المطريه احنا من بكره هيتم الاضرابات او التجمعات اللي هتكون في المستشفيات زي ما قالوا الاطباء، هل برضو في حاجه اتعملت؟ هل في اي يعني مش عايزين يا جماعه، مش عايزين ندي الفرصه لتصعيد امور. كل ما بيكون في قرارات حاسمه سريعه ناجزه، كل ما ده بيمنع ويوقف اي حد يستغل فرص، انه زي ما انتم بقى بتقولوا يشعل، ده بيبقى استغلال بقى. بس فين الواقعة دي هي اللي تخلي ان يحصل حد بقى يقفز على المواضيع دي؟ فاحنا مش عايزين ده يحصل من الاول. المخطئ يعاقب، يكون في شفافية، يكون في سرعة في هذا العقاب لتهدئة الناس، عشان خاطر كده التجاوزات زادت. مش كل التجاوزات اللي اتقالت دي من جريدة الوطن ده اجتهاد، يعني هتلاقوا حاجات تانية. فزي ما بنقول محتاجين ان يكون في قرارات، وربنا يسهل كده ونشوف ان شاء الله القرارات والقوانين اللي هتسن اللي هتطرح امام مجلس النواب في خلال 15 يوم، ونامل ان هي تساعد في حل هذه الازمه. فاصل، مش هنبطل نصلي، نتمنى ان كل الامور تهدى، نتمنى لكل المتضررين وحزانه بسبب اي تعديات حصلت عليهم، ربنا يا رب يديهم سلام.
الخوف حاصر كل بيت، لما تحصل الأزمة ونقول يا ريت، لما يعلى صوت التهديدات، لما نفوس بريئة تبقى ذكريات. ربي بيك متمسكين، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، عارفينك رب عادل تجري حكم للمظلومين، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني. انت قلت ان الكنيسة اقوى من باب الجحيم، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، هنبارك وهنغفر وهننسى كل قليل. مش بطل نصلي. طيب احنا طبعا بنفكر حضراتكم بانه كان يعني نعينا بمزيد من الحزن الدكتور بطرس غالي، الامين العام السابق للامم المتحده، اللي كان اول مصري يعني ياخذ هذا المنصب، وايضا يعني اول مصري واول افريقي.
كان بالأمس تشييع الجنازة. وكما ذكرت بعض الصحف، خلينا نقرأ بس لحضراتكم كده الصحف كانت قايلة إيه على هذه الجنازة. مثلا جريدة الأخبار: الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية لبطرس غالي. أيضا جريدة أعتقد الأهرام أيضا في صدر صفحتها كان أيضا يعني خبر الجنازة: جنازة عسكرية مهيبة للدكتور بطرس غالي الرئيس. جريدة الأهرام: الرئيس وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة في وداع الفقيد. وزي ما انتم شايفين الصورة، شارك طبعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تودروس. وزي ما انتم شايفين أيضا يتوسط الصورة الرئيس السيسي. وكانت جنازة بالفعل عسكرية مهيبة. بدأت المراسم تشييع الجنازة بالمشاهد اللي هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. بالنسبة لي تشييع بالنسبة للجنازة العسكرية، وبالتأكيد زي ما قلت لحضراتكم شخصية دكتور بطرس غالي شخصية مميزة، العالم كله نعاه معروف عنه، أو يعني إنه شخصية دبلوماسية أسرى الحياة السياسية، يعني كان يعني في منصب الأمم المتحدة في فترة عصيبة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين بالنسبة طبعا سكرتير عام الأمم أو الأمين العام للأمم المتحدة، الجنازة وقداسة البابا والرئيس، وأيضا كان هناك وفود من دول أيضا أتوا خصيصا للمشاركة في هذه الجنازة وفي تقديم واجب العزاء في لمصر في الفقيد الغالي. وبعد هذه المشاهد خلينا أيضا نستمع لجزء من هذه الجنازة أو من هذا المشهد المهيب والموسيقى العسكرية في وداع الدكتور بطرس غالي. بعد أن انتهت المراسم بالنسبة للجنازة العسكرية، توجه الجثمان إلى الكنيسة البطرسية، وكان هناك الصلاة الجنائزية على روح الفقيد. والجنازة كانت أو قداس الجناز كان ترأسه قداسة البابا تودروس وعدد من أحبار الكنيسة. الكنيسة البطرسية اللي أقيمت فيها الجنازة بتحوي المدفن الخاص بعائلة البطرسة التي تنتمي إلى بلدة دير الميمون محافظة بني سويف. بنيت هذه الكنيسة فوق المدفن الخاص برئيس وزراء مصر الأسبق بطرس باشا، وهو والد وهو جد الراحل الدكتور غالي. وبيقال أن والده أيضا دفن هناك. وكما يعني تشاهدون المشاهد بالنسبة للكنيسة والمراسم، وأيضا كان في أجزاء من عندنا هناخد الأول جزء من كلمة قداسة البابا وتحدث عن تاريخ الدكتور بطرس غالي، وأيضا نعاه طبعا بمزيد من الحزن في الحضور اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم. لكن احنا عايزين نبتدي بس معانا بعض الفيديوهات كده. معانا البابا تودروس، كمان منير فخري عبد النور تحدث، وأيضا عمرو موسى كان حاضر وألقى كلمة، وأيضا كان مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اللي هي إيرينا بوكافو أو بوكوفا، وكمان كان عندنا ميكائيل جان الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية. كلهم الحقيقة تحدثوا، وهنشوف مع حضراتكم أجزاء كده سريعة من بعض الكلمات التي قيلت في هذا العزاء أو الجناس. مصرية وفي التاريخ المصري نودعه ليس إنسانا مصريا فقط، ولكنه أيضا إنسانا عالميا.
الكلمات التي قيلت في معانيها الجميلة والذكريات الحسنة والأعمال العظيمة التي قام بها الدكتور بطرس إنما تحتاج إلى مجلدات ومجلدات، ولكننا نرى فيه ثلاثة صفات رئيسية. الصفة الأولى أنه رجل صانع سلام. الصفة الثانية أنه معلم للأجيال. والصفة الثالثة أنه مخلص للوطن. هو صانع سلام في كل المناصب التي احتلها وكل المناصب التي تبوأها، حتى أرفع هذه المناصب في عمله في السكرتير العام للأمم المتحدة. كان يقود هذه المنظمة الدولية منحازا إلى السلام. ميكائيل جان، سكرتير عام منظمة الفرنكوفونية، لحضورهما لتقديم العزاء والتعبير عن تقدير المنظمات الدولية للراحل الكريم، كما تتوجه الأسرة بالشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورؤساء الوزراء السابقين. واجب علي كواحد من تلامذة ومن زملاء ومن أصدقاء الراحل العظيم أن أقف لأنعى الدكتور بطرس بطرس غالي، هذه الشخصية المتفردة التي أثرت العمل الدبلوماسي المصري وأثرت في العمل السياسي العربي، وكان لها وزنها الخاص في المجال الإفريقي ودورها المقدر على المستوى العالمي. رأس بطرس غالي الدبلوماسية المصرية لسنوات عديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. كان وزيرا للشؤون الخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، وقبل ذلك كان أستاذا في الجامعة، مارس الصحافة ورأس مراكز البحث. Je veux d'abord saluer les hautes autorités religieuses ici présentes. Saint-Père, merci de nous accueillir en ce lieu de prière et de recueillement. Je veux saluer aussi Madame Boutros-Ghali, chère Leïla. Merci de nous accueillir auprès de vous pour saluer cet homme que vous avez accompagné pendant un demi-siècle de toute votre ferveur et de tout votre amour. Je vous salue aussi, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices. Ladies and gentlemen, dear Leia, on behalf of the United Nations Secretary General, I am profoundly honored to pay tribute to Boutros Boutros-Ghali. أحضر هذا القداس الخاص بسيد بطرس بطرس غالي. أود هنا أن أنقل حر التعازي لأسرته وكذلك لكل أصدقائي هذا الرجل العظيم الذي كان يؤمن بكل القيم والمبادئ الإنسانية. كذلك أود أن أنقل كل التعازي للأسرة الدبلوماسية وكذلك لكل المفكرين، وكذلك أود أن أنقل التعازي لكل من كان يؤمن بالحوار والسلام. وداعا دكتور بطرس بطرس غالي، وشخصية عظيمة الحقيقة، كلنا نفتخر أنه مصري وأنه تقلد هذه المناصب وتعامل على فكرة جلسة طارئة في أيضا الأمم المتحدة لتأبين الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي. يعني وداعا وسنذكره دائما، والتاريخ السياسي والدبلوماسي المصري لن ينسى هذا الرجل العظيم. لو نقلنا بقى حضراتكم للأجزاء، الجزء الإبتي، وعندنا حدث هام جدا حصل. احنا كل شوية بنلاقي خبر عن انه شاب في التجنيد
ونلاقي الخبر بيقول انتحار شاب مجند في كتبته، مش عارف انتحر ثلاث رصاصات فين، رصاصتين فين، مش عارف ايه، وكمان بتبقى الانتحارات او خنق نفسه، حاجات كده عجيبه الحقيقه. عشان يعني نفهم المواضيع دي كلها، وتم رصد حوالي 7 حالات لمنتحرين اقباط يعني في وحداتهم العسكريه، وانه بالتاكيد يعني في حاجه مريبه في الامر. يعني معنا ومع حضراتكم للتعليق على هذا الحادث الاخير والحوادث كلها معنا الاستاذ نبيل غبريال المحامي. استاذ نبيل برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. طيب تعزياتي لأهل الشهداء. بالتأكيد طبعا بنعزي كل الأسر، واللي هم كان آخرهم الشاب اللي كان في من المنوفية. لو توقفنا عند الأحداث دي كلها أستاذ نبيل، يعني تعليق حضرتك إن إحنا دلوقتي دي 7 حالة انتحار تم رصدها أو كما يدعون. نعم للأسف يعني اللي احنا بنشتبه القاتل او اللي قتل العساكر دي كلها نشتبه، او احيانا نشتبه او نشك عساكر زيهم او رقيب او ضابط جيش او للأسف المؤسسة العسكرية في مصر بيبقى ليها حساسية في التناول، بالذات بعد 2011. نعم. ان اي تناول عن الجيش والقوات المسلحة بيتم حالا على طول بالخيانة والمؤامرة والعمالة، زي ما قضيه مزبيلو لغايه دلوقتي الحكومه المصريه او الجيش المصري متوهها، نفس الموضوع بيحصل في قتل العساكر او الاشتباه فيهم. وللاسف بيطلع تقرير طبيه الطب الشرعي بتوه الموضوع، زي الفيلم العربي دفاتر دفاترنا، زي ده ليه علاقه برضو باللي بيحصل من امناء الشرطه حالا في نفس الوقت من مصر، في مصر يعني. نعم. ان زي ما يكون في ايادي بجد خفيه بتلعب، او في بعض المتعصبين في سواء في الجهاز الامني هنا او هنا بيتعدى على المواطنين سواء المصريين او العساكر وموتهم، وفي الاخر للموائمة او لعدم حدوث فتنه او حدوث خلل في المؤسسه العسكريه بيتم تقفيل الموضوع بلفظ، يعني اللفظ اللي على مخي تقفيل الموضوع. وحتى بيتم برضه اللجوء للرجال من الكنيسه للمساعده على هذا الكلام. ازاي يعني معلش؟ يعني ازاي يا استاذ نبيل؟ ما هو انا بضعف كلامي القانون، بضعف كلامي، انا بتكلم على شيء حساس. نعم. وللاسف القانون ممكن ما يجيبش حقوقهم وبرضه القانون، بس القانون ممكن يعاقبني انا لو بتكلم للأسف يعني. طيب ما احنا دلوقتي في كل المشكلة انه كل الاحداث اللي زي دي نبص نلاقي كمان التقرير الطب الشرعي ياخد وقت طويل، بالرغم من انه مش محتاجين كل الوقت ده، وممكن يكون يرفضوا طلع المحامين عليه الحكاية. فايه اللي المفروض القانوني، الشق القانوني برضو اللي المفروض يتعمل علشان خاطر ان احنا يعني نصل لحل في مثل هذه الاحداث؟ بص انا بالمثل الموضوع زي مزبيرو مع الفارق او بالمثل كمان، عشان اللي قتل مزبيرو باعتراف الجيش عساكر قوات مسلحه، حتى الان 3 عساكر واخدين احكام واتخلى سبيلهم بحاجه اسمها ايقاف تنفيذ، وبقى لهم 5 سنين عاملين طعن في المحكمه العسكريه زي النقط. الطعن ده يتحكي الحكم ومفروض يطلع حكم يرجع يقول لا فتح بمرافعه، والعساكر بره. حتى الان محكمه الطعن العسكريه اللي هي الأسرى وزير الدفاع، وده ضرب من فرقات ان وزير الدفاع مسؤول تنفيذيا، ولا عارفين يعيد الحكم بحبس العساكر ولا عارفين يدوا براءه. بيعوموا الموضوع. نفس الموضوع بالنسبه للعساكر اللي بيقولوا عليهم انتحروا، في اليات خارج مصر، في اليات قانونيه لو انا شاكك في الموضوع بقى ظاهره، بس للاسف مين اللي بيطالب بالكلام ده؟ اللي هيطالب بيه مش المحامي ما هو الا راجل يعلم القانون يفهم القانون، بس لازم يتحرك عن طريق توكيل من اهالي الشهيد. نيجي نتحرك او نطالب في الموضوع بعلاج قانوني سواء جوه مصر او خارج مصر، وده اللي ما حدش بيعمله حتى الان، عشان برضه يقول لك انتوا اقباط، انتوا خاينين، انتوا عملاء ويوي. اهالي الشهيد بيضغط عليهم من رجال الكنيسه، ابنك شهيد كل سنه طيب، الموضوع انتهى، خد تعويض. بس انا كراجل محامي ماليش الصفه الا لما يكون معايا توكيل او منظمات حقوقيه، مش هقدر اعمل حاجه. الشخص بيضغط عليه او بيلاقي ما فيش فرصه او فايده انه يطالب بحقه، دي مش تشاؤم، ده الواقعيه. خلاص انا ابني مات، انا بحط نفسي مكانه، ابني مات
وهيتلككوا لي في الناس اللي عايشين، هيتلككوا لي في رزقي. وبتوع الكنيسه بيقول لي اتنازل وسيب حقك. للاسف دي الصوره الواقعيه اللي بتحصل. ايوه للاسف الشديد. انما اللي عاوز يطالب بحقه يطالب بحقه سواء داخل مصر او خارج مصر، بس اللي عاوز بقى. طبعا يعني واضح انه اللي يفضل معايا مستمر يعني يطلبني ويعمل لي توكيل يفضل بالتوكيل ده سالم مفعول ما يتلغيش في اي لحظه من اللحظات، انا هطالب له حقه. نعم هو بقى صاحب حق. نعم ما ينفعش انا اطالب بحق فجاه الاقي التوكيل اتلغى، انا ماليش صفر. تمام كده. عموما يعني احنا نامل انه يكون في تحرك، لان برضو السيناريوهات كلها بنلاقي انه الاشخاص اللي بيقال انهم انتحروا شباب صغير معروف عنه انه محبوب، معروف عنهم انهم نشطاء. طبعا احنا اخر حاله دي اللي هي مايكل، وانه مايكل مقيم في محافظه اسيوط اتقال عليه انه انتحر باطلاق رصاصه في صدره من سلاحه الميري اثناء وجوده في الخدمه باستاد شبين الكوم في يعني هو اساسا من اسيوط ولكن الخدمه بتاعته كانت في شبين الكوم، ونقل الى مستشفى شبين الكوم التعليمي وتم تحرير محضر. فدي دي اخر واقع يا استاذ نبيل. اتفضل. سرعه كلامك، رقيب الشرطه اللي موت سواق التوك توك اللي في الدرب الاحمر بيقولوا عليه دفاع شرعي. دفاع شرعي ازاي؟ لا ما هم مش هيقدروا خلاص عشان في فيديوهات، لكن اللي أيوة بالنسبه للموضوع غير الفيديوهات رصاصه في الراس وثلاثه ولا مش عارف كام واحده في البطن. هم ثلاثه، لا هم ثلاث رصاصات قالوا بس يعني بيضرب وقال لك لا قتل خطا كمان، قتل خطا ما تجيش خالص في الراس. اخر كلام يا استاذ نبيل وضحه بعد ما انتشرت طبعا الفيديوهات اللي كانت قال انها من محلات حوالين او من المكان الفيديوهات الكاميرات المراقبه ده في جهاز ايوه ما انا فاهمه حضرتك بتحاول يعني انه حاجه مدنيه، اما احنا بقى بندخل في جهاز ادق اللي هو جهاز المؤسسه العسكريه. انا بقول لك هم المؤسسه العسكريه في حيره من امرها مش عارفه ازاي تقفل موضوع مزبيله. ما احنا عندنا الازمه دي برضه خلوا رجال الكنيسه يتكلموا على الموضوع، يعني بابا تدروس قال تصريح بعد كده عدله او تراجع فيه. تمام. انا بقول لك حسيت الموقف، انا كمحامي او اي محامي مستعد يكمل القضيه دي الا لو ما اتضغطش عليه يجيب حق اهالي الشهاده، بس ده ما بيحصلش. والصراحه جربت من زمان في شغلي كان التوكيلات بتتلغي، لو موضوع حساس زي كده كان التوكيل قبل ما اكمل شغلي بيتلغي. بيبقى في يعني تهديدات بتروح للاسر او بيبقى نوع من انواع الحساسيه الموضوع. انا ما اقدرش بقى اكمل في حاجه لازم لا لازم يكون في لازم يكون في حد لهذا الامر. اللي بيتم اتهام ان انا بشعل الدنيا، انت بتعمل كذا، انت منظمات حقوقيه، انت يعني اكتر حاله يعني حاله بهاء مثلا جمال ازاي انهم اتكلموا عنه وازاي انه اتقال ان هو كان حتى بيجهز علشان يعزف قدام القائد اللي كان هيجي فيتقتل ازاي؟ يعني مثلا نتعي برضو احداث كتيره حصلت لما بتشوف السيناريو بتشوف الناس اللي حواليه بتلاقي انه صعب جدا انه يكون هو اللي انتحر او انهى حياته بايده. فبالتالي واحنا بنتكلم هنا عن ايه؟ يعني المجندين اللي معاه طب انتوا بتتستروا عليهم ليه؟ لو مثلا مجند كان قتل مجند زميله الا ايه المشكله؟ يعني كلامي ده بقوله من زمان وفي عالي شهداء مزبيله قلته في قناه الحريه تقريبا. السيستم اللي بيدير البلد مش رئيس الجمهوريه، السيستم اللي بيدير البلد ده نظام مكون من مجموعه افراد ليها مصالح لا هي يعني مش فكره مصالح، هو نفس على فلوس. بص استاذ نبيل هي برضو تقريبا هي اللي بتدير لا الفكره كلها انك انت انك انت لو اتهمت مثلا زي ما احنا بنتكلم على مخالفات او تجاوزات رجال الشرطه يبقى انت كده بتهين المؤسسه كلها وبتتهم المؤسسه كلها، لو اتكلمت عن مخالفات برضو بالنسبه للجيش او الهيئه العسكريه يبقى انت بتدينها كلها. انا نفسنا ان الفكر ده يتغير، ان كل مؤسسه فيها اشخاص ممكن يكونوا اشخاص يعني يعملوا شر عادي جدا، في اشخاص كويسين وفي اشخاص انت انا خصم وحكم في عين واحد. انا في يعني مثلا حد في الجيش او في الشرطه هو للاسف اللي بيحقق في الموضوع من على اوراق ومعاه مسندات ومعاه ادله. بالظبط دي مشكله لازم تعالج. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ نبيل وجود حضرتك معانا، ونامل انه ده في ايد برضو الجيش ومؤسسه القوات المسلحه انه الاهالي الاسر دي كلها. يعني زي ما ذكرنا دلوقتي مايكل دي اخر واقع، عندنا بهاء جمال
ميخائيل اللي برضو كان قالوا عليه انتحر من حوالي في خدمته قبل انهاء خدمته في الجيش ب6 شهور، يعني خلاص هيخرج. عندنا كمان يوم في كمان مقتل المجند هاني سرافيم نصر الله من قرية الرحمانية، ده كان في اغسطس عام 2006، تم قتله على يد قائد في الوحدة، وتم العثور عليه ملقى قتيلا بمياه نهر النيل بجوار مركز نجع حمادي، ظهرت على الجثة علامات تعذيب، وبرضو اتقالوا ان هو محدش ما تمش اتهام حد فيه. 18 سبتمبر 2006 كان المجند جرجس رزق يوسف، قيل انها وفاة موت نتيجة هبوط حد في الدورة الدموية. في اغسطس عام 2013 المجند ابو الخير عطاء ابو الخير بعد انتحاره برضو قالوا انتحاره، والشرطة العسكرية بلغت الاهل بالشكل ده. 2014 كان في مقتل مجندان ابطيان داخل وحدتهما بالجيش في ظروف غامضه برضو، ومفيش اي حاجه ولا اي يعني اتقال اي حاجه، تقارير طبيه كانت اعتبرها ذويهم غير حقيقيه من بينها الانتحار او قتل خطا نتيجه مشاجره، يعني ده اللي اتقال وقتها. في كمان هاني عبد الملاك اللي هو بيشوي في وحدته العسكريه اواخر اكتوبر، واسرته كشفت لوسائل الاعلام عن خلاف مع احد زملائه، وبعدها تم حبسهما في مكان واحد، ده اللي كان 18 نوفمبر العام الماضي ده على طول، وراحوا مدخلين ليهم مجند ثالث، وبعد كده قال لك ان هو خنق نفسه بشباك السجن او حاجه زي كده. فبرضو الوقائع كلها بتقول انه اللي هو بشوي نتعي، يعني اللي هو شهرته تشتهر بنتعي. فاحنا كل الكلام ده كله انه للاسف الشديد الامر كده 7 حالات اهي تم رصدها، محتاجين ان يكون في شفافيه، وان زي ما بنقول مفيش مشكله لا يهين اي مؤسسه اخطاء فرديه فيها، لا تهينها بالمره. ونامل ان برضو زي ما ذكر الاستاذ نبيل موضوع ماسبيرو، برضو الرئيس كان ذكره في الموضوع بتاع الاحداث كلها اللي لم يتم الافصاح عن من المتهمين فيها، زي موضوع الالتراس اهلاوي والحادثه اللي كانت بتاعت بورسعيد. فبالتالي نفسنا انه الاحداث دي كلها يكون في شفافيه فيها، وهو ده اللي هيخلي حتى ما حدش يبقى عنده توجس لاي حاجه. يعني 7 حالات والكل يتقال عليهم انتحار، وفي ملابسات حوالين الموضوع بتشير ان هو مش انتحار، في الشباب زي الفل، شباب يعني ما فيش اي حاجه داخلين يعني، وعارفين ان مهدتهم هتكون صغيره وهتخلص، ايه اللي يخليهم ينتحروا؟ طب هل في ضغوط برضه؟ فهمونا يعني، فهمونا ايه اللي بيحصل. فده الوضع بالنسبه للمنتحرين، او يعني اللي بيقال عليهم انهم انتحروا في بالنسبه للخدمه العسكريه. خليني نعمل جوله كده بسرعه سريعه في الاخبار عشان ننتقل للشان الشرق الاوسط، عندنا بعض الامور الخاصه بالشرق الاوسط مهمه ايضا. لو بدانا مع حضراتكم جوله الصحف هنبدا بصحيفه اليوم السابع، وتيمور سبكي ما تحبسنيش مع الصعايده. هو تيمور كان على فكره اتاخد بالنسبه للحكم اللي كان عليه ان هو هيتحكم، تم حبسه 4 ايام بتهمه سب وقذف نساء الصعيد بعد اعلانه لتسليم نفسه، ده اللي اتقال. وكان برضو المحامي سمير صبري قال انا يعني استدركته لغايه المكتب. المهم ان هو اتحبس 4 ايام على ذمه التحقيق في هذا الأمر. المتهم في تحقيقات النيابة قال لم أقصد الإساءة لسيدات مصر ولم أتوقع أن يقودني كلامي إلى السجن. في برضو بعض التصريحات لمنير فخري عبد النور وزراء حكومة محلب بكوا بعد القبض على وزير الزراعة، وكمان في مجلة بولندية تحرض ضد اللاجئين بعنوان الاغتصاب الإسلامي لأوروبا. الرئيس غاضب من جرائم دولة الأمناء. الرئيس السيسي لوزير الداخلية: سلطات الأمن هدفها الحفاظ على أرواح ممتلكات المواطنين، تشريعات لضبط الأداء الأمني ومواجهة التجاوزات أمام النواب، والآلاف بيشيعون جنازة ضحية الضرب الأحمر بهتافات ضد الأمن، واستمرار المظاهرات أمام مديرية أمن القاهرة. ومساعد الوزير بيؤكد أنه لا تهاون مع المخطئين، هذا ما نتمناه. خبراء النقل يعرضون خطة لإنقاذ هيئة السكة الحديد، ووزير التعليم يحذر من الأسئلة السياسية في امتحانات الثانوية. رامي عياش يكشف تفاصيل مسلسله الجديد أمير الليل، والأهلي يعلن عن المدرب الأجنبي ويغرم لاعبيه بسبب التعادل مع المحلة.
هناك أيضا مدبولي بيقول كله لازم يدفع حق البلد، وزير الإسكان لمستثمري 6 أكتوبر هنوفر أراضي لأصحاب المصانع لتسكين العمال. وعلى الجانب الآخر، وهذا الحدث هام جدا، النهاردة أمريكا قامت بغارة على موقع أو سكن لداعش، كما تم أيضا كمان تصريحات البنتاغون النهاردة علقت على هذا على هذه الضربة الجوية. 50 قتيل في غارة أمريكية على داعش في سبراء الليبية، ومسؤول أمريكي بيقول الغارات قتلت على الأرجح المتطرف التونسي نور الدين شوشان اللي هو متورط في أحداث متحف بردو بتونس. ده بالنسبة والأحداث الأخرى برضو بيقول يعني متوقع أنه يكون اللي رتب الأحداث، والخمسين بيقال أنه أغلبهم كانوا من تونس اللي هو حصل عليهم، وهناك غارة أمريكية. أسباب بقى هذه الغارة، الموضوع إيه، برضو لسه مازال السياسيين والعسكريين يحاولوا يعني تحليل هذه الغارة، إيه كان هدفها، طب اشمعنى دي، هل هيكون في غارات جوية أخرى لقتل الآخرين، طب سرت اللي بيتقال إن هي بقت دلوقتي الموقع الثاني بعد الرقة لداعش، واللي كانت قال إن راح لها البغدادي، إن البغدادي كان فيها وإن كان في اجتماعات حصلت فيها، ليه ما كانش فيه ضربات في سرت؟ فبالتالي الموضوع ده هيكون في إطار المباحثات في الفترة اللي جاية، وهنشوف إيه الخطة بالنسبة لهذا الأمر. جريدة المصري اليوم، هيئة التأمين الصحي مظلة لقوائم انتظار الموت، قرارات علاج الفيروسات الكبدية على بياض والهيموفيليا بحكم قضائي. رئيس الهيئة بيقول أصحاب الدخول العالية وراء ثورة رفض الصحي الشامل. واضح أنه هو عايزين موضوع التأمين الصحي زي أوباما كير كده اللي في أمريكا، وبالتأكيد كل مشروع بيبقى له عراقيل لغاية ما ربنا يسهل، ما يكونش ده يعني معطل أو يعني انتظار الموت لأشخاص تانيين على بال بقى ما نخلص القوانين دي. الرئيس السيسي وتعديل تشريعي، الطائرات الأمريكية زي ما قلنا، كمان شرم الشيخ تحتضن منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة رئاسية، ده بالنسبة دي صحف اللي هي السبت. ومثقف مصري، ودعونا صاحب زهر الليمون، ده حضراتكم اللي هو علاء الديب، الكاتب علاء الديب. وعندنا كمان كان حضراتكم طبعا عزاء الأستاذ، كان أول أمس كان توفى الأستاذ هيكل وتم تشييع جنازته، وهم السبت بقى ده الإعلان عن أنه عزاء الأستاذ بالصحفيين هيكون السبت بكرة والاثنين في عمر مكرم، وطبعا ده حفل تأبين وجائزتين باسم هيكل ب 300,000 جنيه. في برضو خبر بالنسبة للنواب، بالنسبة لصيام بيقول متمسك باستقالته، والنواب بيقولوا كده يعني، وانه هو مش عايز يرجع فيها. نروح لجرائد الجمعة، عندنا جريدة المصري اليوم أيضا، خطة لوقف استيراد السلع غير الضرورية. ميراث هيكل في مصري اليوم، 60,000 كلمة عن الصحافة والسياسة والثورة. والعرب بيقول رحل الشاهد الأمين والأمة كلها خسرت. مساعد الوزير لمكافحة المخدرات، نسعى لتخفيف عقوبة التعاطي في القانون. بالنسبة لخطة لوقف استيراد السلع غير الضرورية، شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيقول لا تخفيض للأجور، وانتخاب المحليات هيكون أول 2017. وأيضا مصر اليوم، جريدة الجمعة، كانت جايبة صورة وخبر بالنسبة لتشييع غالي من ساحة المشير والقداس في البطرسية زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل. عندنا كمان أثيوبيا تفجر أزمة جديدة في سد النهضة، الدراسات غير ملزمة، والرأي بتقولها إعلان المبادئ بالخرطوم يلزم الدول الثلاث باحترام النتائج. لسه لغاية دلوقتي المشكلة في موضوع سد النهضة. والصحة قالت إغلاق مركز النديم كان بسبب تحول نشاطه من طبي إلى حقوقي، ومنظمات دولية بتطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، وأن ده ضربة لحقوق الإنسان. المركز ده كان للحالات اللي هي بيحصل عليهم تعذيب أو حاجات من هذا الكلام، والبعض شايف أنه في أمور غير قانونية هي اللي دعت لإغلاقه، البعض التاني وهي أنه النشاط بتاعه تحول من طبي لحقوقي. المنظمات الدولية بتطالب أنه يتم التراجع عن هذا القرار ويتم افتتاحه مرة أخرى. بالنسبة لجريدة الوفد، الحكومة تواجه أزمة ثقة.
مخاوف من مأزق سياسي إذا رفض البرلمان بيان إسماعيل. اقتصاديون وسياسيون بيقول حديث الإجراءات المؤلمة يكشف ضعف الأداء السياسي للوزارة. حقيقي يعني، حقيقي الوزارة دي محتاجة تعديل حقيقي يعني، وبالتالي أنه عندنا أزمة، عندنا أزمة. وهل البرلمان مجلس النواب هيعطي الثقة للحكومة وبعدين هنسمع عن تغييرات، ولا هيبقى في تغييرات قبل الثقة، ولا إيه اللي هيحصل بصراحة؟ ولكن لما نشوف. أسرة روجيني اللي هو الشاب الإيطالي غاضبة من التلميح لاتهامه بالجاسوسية. ما احنا عندنا بقى شوية كلام كتيرة، اللي قالك ان الإخوان هم اللي قتلوه، واللي قالك انه ده كان جاسوس، وطبعا الأمور لغاية دلوقتي ما فيش شفافية، ولا احنا عرفنا لغاية دلوقتي من قتل الشاب الإيطالي. السبكي سقط أم سلم نفسه، زي ما قلت لحضراتكم الدكتور سمير صبري المحامي بيقول ان هو اللي استدرجه لمكتبه، وهو كاتب على الفيسبوك ان هو سلم نفسه، مش مشكلتنا، هيتم حبسه 4 أيام عشان السب وقصف سيدات الصعيد. اتجاه لتأجيل عرض بيان الحكومة على مجلس النواب، أبو شقة بيقترح إلقاء البيان أول إبريل لحين إقرار اللائحة وتشكيل لجان البرلمان. تفعيل المادة 146 من الدستور يقتضي الإرجاء، والعجاتي بيقول لا مانع لدى الحكومة. يبقى زي ما بقول لحضراتكم من الواضح كده أنه البيان كده هيتأجل، وهنشوف إيه اللي هيحصل. في ملف دولي فتحية جريدة الوفد، نكبة سوريا تقسم ظهر العرب، بشار آخر الرؤساء السوريين للدولة الموحدة، و35 مليار دولار فاتورة الحرب، وإسرائيل تضع اسما جديدا للدولة المقسمة. من الواضح أن في اتجاهات نحو التقسيم، ولكن نأمل أن لا يكون هناك تقسيم، نأمل يعني. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الكوميسا غدا إن شاء الله في شرم الشيخ. هدوء حذر للدولار بعد مداهمات المركزي لشركات الصرافة. الدولار في السوق السوداء كان وصل 9 جنيه، وحصل مداهمات لشركات الصرافة عشان عايزين تثبيت سعره زي ما كان بيتكلموا قبل كده. اللي أنا قلت لحضراتكم عليها من شوية اللي هي سيدات المترو تعترف على أمين الشرطة المتحرش والنيابة تحتجزه، المجني عليها، وظهرت صورتها وصورة ابنها وتسجيلات واعترافات ليهم. تفجيرين إرهابيين في تركيا، وده كنا اتكلمنا عنهم الحلقة اللي فاتت، و35 قتيل حصيلة التفجيرين، والتفجير بتاع أنقرة لوحده كان 28 قتيل و61 جريح. والأناضول أردوغان مشغول بالنظام الرئاسي ومطاردة الساحرات، ده أردوغان مشغول بالحاجات. جريدة الأخبار تحدثت عن تأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان أيضا، وكمان الجنازة العسكرية والمؤتمر غدا، وكمان في إزالة محلب يرأس لجنة استيراد الأراضي المنهوبة، وعندنا كمان خبر عن إزالة الحشو من مناهج الدراسات واللغة العربية. وجريدة الأهرام أيضا الأخبار اللي فيها بالنسبة عندنا تقريبا هي نفس الأخبار كلها معادة، ما عدا بس أنه الإعلام الغربي بيقول هيكل حول الأهرام إلى نيويورك تايمز العرب. حسنين هيكل الراحل الكاتب والجورنالجي والأستاذ محمد حسنين هيكل. وفي توافق مصري جابوني على ضرورة مواجهة الإرهاب والحل السياسي لأزمات المنطقة، دول الخبرين اللي مش مقررين في باقي الصحف جريدة الأهرام. أما جريدة الجمهورية فتح أيضا العنوان الرئيسي عن أفريقيا 2016 تنطلق من شرم الشيخ السبت، والرئيس يفتتح منتدى الاستثمار بمشاركة الرؤساء والمستثمرين الأفارقة. والرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع بونغو حريصون على تعزيز علاقتنا بدول القارة، وخمسة مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون مع الجابون. ده بالنسبة للأخبار أيضا اللي غير مقررة في باقي الصحف. دي كده انتهت حضراتكم الفقرة الخاصة بالصحف، وعندنا زي ما قلت لحضراتكم عايزين نتحدث عن بعض الأخبار الهامة، لأن احنا عندنا تطورات في الشأن الشرق الأوسط، وعندنا بعض الأحداث الهامة جدا، وعلى رأسها زي ما تحدثت منذ قليل موضوع الضربة الأمريكية اللي جاءت على ليبيا في مسراتة، وهل سيتبعها العديد من الضربات؟ هل هناك خطة بالفعل للقضاء على داعش اللي توغلت في ليبيا؟ طب هو احنا سبناها ليه تنتشر علشان نعمل كده؟ فبالتالي عندنا طبعا الأمور دي كلها مهم جدا ان احنا نتحدث عنها. قبل ما اروح للشأن الشرق الأوسط، في بس قداسة البابا في احتفالية تسليم جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للثقافة والعلوم والخدمات الإنسانية اللي هي علا غبور، تم تقديمها للمهندس سامي فهيم
جبرائيل. وعندنا كمان كانت كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا استضافت اجتماع قداسة البابا، وكان في كمان في هذا الاجتماع عقدت فعاليات أسبوع الصلاة العالمي لأجل الوحدة، واللي بدأ بالفعل يوم السبت الماضي وهيستمر حتى غدا. وحضر ممثل الطوائف المسيحية أعضاء مجلس كنائس مصر محاضرة قداسة البابا، وشارك الجميع في الصلاة معا وكان هناك أيضا كلمة للقس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. ده بالنسبة لهذا أيضا، ده يعتبر من الأخبار الهامة معانا النهاردة. برضو لسه موضوع الكنائس ده، نأمل بقى الكنائس اللي لسه مش مفتوحة والأحداث بتاعت الاعتداء على الأراضي، كل دي مازالت مستمرة، نأمل إن هي تعالج بسن قوانين بننتظرها بقى من البرلمان إن شاء الله، يعني ده اللي احنا بنتمناه. عندنا زي ما قلت لحضراتكم الأمر الخاص بالشرق الأوسط، هقول لحضراتكم كده أهم العناوين سريعا. ليبيا مقتل 41 شخص، وفي بعض الصحف قالت 50، معظمهم تونسيين، ده بالغارة الجوية اللي قامت بها أمريكا، وكان في مؤتمر صحفي للبنتاغون أعلن عن هذه الضربة. رويترز بتقول النهاردة كشفت أنه بتقول تنظيم كردي مسلح يدعى صقور حرية كردستان هو اللي تبنى التفجير الأخير اللي كان في أنقرة، وداعش أعلنت مسؤوليتها عن تفجير أو مسؤوليته عن تفجير في مركز تدريب يديره التحالف العربي في عدن، ده اللي احنا حكينا عنه برضو الحلقة اللي فاتت. في النهاردة كان في قمة خاصة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث أزمة المهاجرين، وكمان الحوثيون بيجندون أطفال بعد خسائرهم في تعز، وفي الإعدام لأربعين مدان بمجزرة سبايكر في العراق. في برضو الموضوع الخاص ببريطانيا وهل ستستمر في الاتحاد الأوروبي ولا لا، القمة الأوروبية المخصصة لبريطانيا بتتابع اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي بعد ما كان المفروض يصلوا لحلول النهاردة، مدوا الإقامة في الفنادق علشان ما وصلوش لحلول. هنشوف مع بعض هذا التقرير من يورو نيوز حول هل ستبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم ستنفصل عنه. تواصل لأعمال القمة الأوروبية في بروكسل لليوم الثاني على التوالي، والموضوع البريطاني يطغى على جدول أعمال القمة. أحرزنا بعض التقدم لكن لا اتفاق بعد، سبق وأعلنا أن الاتفاق منوط بحصول بريطانيا على طلباتها، هذا ما قاله رئيس وزراء بريطانيا قبل الدخول إلى القمة هذا الصباح. من جهته الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كرر اليوم الموقف الفرنسي الذي أعلنه بالأمس. لقد تم تبادل المقترحات بين القادة، أما بما يخص فرنسا فلدينا إرادة بإحياء قواعد مالية تسري على الجميع في كل أنحاء أوروبا دون حق للنقد. الجدير بالذكر أن فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ هي دول متوافقة بما يخص القواعد المالية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يتمتع أي بلد من خارج منطقة اليورو باستراتيجية مقابلة لاستراتيجية منطقة اليورو. يقول من يورو نيوز جيرو شاندور، بريطانيا تقدمت بالأمس بمطالب جديدة حول التقديمات الاجتماعية المخصصة للاجئين، مما جعل المفاوضات أكثر صعوبة، وإذا تم الاتفاق اليوم فستعقد الحكومة. نشوف يا ترى الاتفاقات هتوصل لإيه النهاردة اللي تم تمديدها. أما ليبيا فتعيش الذكرى الخامسة للثورة وسط قلق غربي من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية، وكان هناك انقسام في الشارع وأوساط السياسيين في الذكرى الخامسة للثورة. يعني إحنا عندنا الذكرى الخامسة وعندنا كمان الضربة اللي قامت بها أمريكا. ويهمني أننا برضو نطلع حضراتكم بتقرير من يورو نيوز أيضا حول الضربة اللي قامت بها، الضربة الجوية اللي قامت بها أمريكا النهاردة. وصحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أنه هذه الضربة يعني أتت بمجموعة كلهم أو أغلبهم من التونسيين المنضمين إلى داعش، واللي كانوا هم اللي نظموا الضربات الإرهابية اللي حصلت في تونس الأيام الماضية.
الجيش الأمريكي إن مقاتلات أمريكية أغارت على معسكر تدريب تابع لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في ليبيا، وكان مسؤولون محليون ليبيون قد تحدثوا في وقت سابق عن مقتل 40 شخصا على الأقل في قصف استهدف منزلا في مدينة صبراتة غرب البلاد. وتعتبر صبراتة التي تبعد 70 كيلومترا عن العاصمة طرابلس واحدة من المناطق التي يقول مسؤولون غربيون إن متشدد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية لهم وجود بها. ويعتقد أن التونسي نور الدين شوشان كان من بين القتلى في الغارة الأمريكية الأخيرة، ويعد شوشان المطلوب من قبل السلطات التونسية أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما منطقة باردو وسوسة في تونس. لو رحنا لتركيا وما تفعله تركيا بالأكراد، ومش بس في تركيا، بنلاقيه في بعض الدول الأوروبية كمان. انفجارات توالت في أنقرة. رويترز أعلنت أنه تنظيم كردي مسلح يدعى سكور حرية كردستان هو من تبنى تفجير أنقرة، واللي قلت لحضراتكم وصل فيه الأعداد ل 28 قتيل و 61 مصاب. وهذا التفجير بسيارة مفخخة استهدفت مساكن أو تم اعتقال 9 أشخاص، لكن الحادث نفسه كان استهداف لبعض المساكن اللي فيها بعض الضباط. اللي بيتقال انه في اتهامات بتوجه للاكراد قبل ان يعلن هذا التنظيم الكردي. اوغلو قال ان منفذ الهجوم هو سوري الجنسيه، ينتمي الى وحدات الحمايه الكرديه التابعه لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ونفذ الهجوم بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني. وزي ما قلت لحضراتكم ان هو من اول ما حصل الحادث كان في توجهات او يعني توجسات انه فعلا او يعني توقعات انه بالفعل الاكراد، وده التنظيم الكردي اسمه سكور حريه كردستان. في كمان مقتل عسكريين اتراك في تفجير بديار بكر. واغلو ايضا اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالوقوف وراء هذا وراء مقتلهم. ناشطون مسلحون من المعارضه السوريه توجهوا من تركيا لقتال وحدات حمايه الشعب. وهنا السياسيين وقفوا الحقيقه متعجبين، يعني منين انتوا بس معارضة سورية والمفروض ان انتوا شايفين الأكراد بتحارب داعش، ومنين انتوا بتروحوا تنضموا لتركيا عشان تحاربوا الأكراد اللي هم بيحاربوا المفروض مع سوريا علشان خاطر القضاء على داعش. فكل الأمور متداخلة مع بعضها. واللي اتقال ان هم حوالي 500 من مسلحي المعارضة اجتازوا الحدود التركية بالأمس في طريقهم للخطوط الأمامية في محافظة حلب لتعزيز المسلحين الذين يحاربون وحدات حماية الشعب الكردية اللي هي بتحارب داعش. فشوفوا حضراتكم اللي بيحصل. والخارجية التركية تستدعي سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكل ده بسبب الأحداث اللي حصل هذه الأيام. ده تقرير من سكاي نيوز عربية. قيادة أركان الجيش بات منفذه ومن يقفون خلفه معروفين لأجهزة أمن الدولة. تم تحديد هوية منفذ تفجير أنقرة وهو سوري الجنسية، ومن يقف وراء هذا الاعتداء الإرهابي هو حزب العمال الكردستاني وميليشيات كردية من سوريا، وهم من نفذ اعتداء أنقرة. لا تزال التحقيقات جارية، وقمنا باعتقال 9 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالتفجير. نحتفظ بحق الرد والبدء بعمليات عسكرية وأمنية جديدة على مواقع الإرهابيين، وسنحدد مكان وتوقيتات البدء بتلك العمليات. القيادة التركية على لسان رأس هرمها رجب طيب أردوغان توعدت بالرد على الهجوم، مؤكدة أن تركيا لن تتردد في استخدام حقها في الدفاع عن النفس في أي وقت وأي مكان وأي مناسبة. لم نتمكن من إقناع المجتمع الدولي ولا سيما أصدقائنا بالعلاقات القوية بين حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا وحزب العمال الكردستاني في تركيا، وهذا الحادث ربما يفضي إلى فهم أفضل لموقف تركيا من أن حزب العمال الكردستاني. طيب عشان الوقت بس كان في تقرير تاني يكمل لحضراتكم الاحداث دي، وكمان عشان عايزه اقول لحضراتكم الجديد بالنسبه للمؤتمر الصحفي اللي كان من البنتاغون بالنسبه لضربات ليبيا، ضربه ليبيا اللي كانت في سبراتا. خليني اكمل مع حضراتكم الجزء الخاص بموضوع تركيا والاكراد. الجيش التركي يقصف مجددا مواقع كرديه في سوريا. عندنا كمان مواقع تركيه كمان قصفت عمال الكردستاني في العراق. واردوغان بيقول المقاتلات الروسيه
تسرح وتمرح فوق سوريا، وأمريكا ترفض إقامة منطقة حظر طيران. يعني تركيا قاعدة تشن الحرب على الأكراد ومش عاجبها أن روسيا بتحارب داعش، وشايفها أنها بتمرح تسرح وتمرح فوق سوريا. للأسف الشديد يعني هذا اللي بنشوفه والمفارقات. كمان من الانفجارات اللي حصلت، انفجار استهدف المركز الثقافي التركي في العاصمة السويدية ستوكهولم. الشرطة السويدية أعلنت أن انفجار استهدف مبنى المركز الثقافي التركي في العاصمة ستوكهولم، وده كان مساء الأربعاء دون وقع إصابات. الشرطة قالت أن الانفجار ألحق أضرارا شديدة بالمركز. محققين ذهبوا إلى الموقع للتحقيق في سبب الانفجار. المركز كان موجود في الطابق السفلي لمبنى في ضاحية فيجا في جنوب غرب ستوكهولم. دمشق بتقول كانت ميركل هي اللي بتؤيد دعوة تركيا لأنه يكون في منطقة حدودية عازلة أو يعني منطقة حظر جوي. دمشق بتقول دعوة ميركل إلى إقامة منطقة حظر جوي انتهاك لسيادة سوريا. وزي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت، بس اقول لكم برضو لو ما كانش حد معانا، ان فكره ميركل ان هي بتؤيد تركيا لانه كل اللي بتدور عليه دلوقتي ميركل وكل الدول الاوروبيه هو ان هو الخروج من مأزق اللاجئين، وان هم اعطوا هيدوا لاردوغان مبلغ كبير علشان خاطر ان هو يمنع دخول او يمنع انه اللاجئين يروحوا يمشوا يجوا معنا على الحدود التركيه وبعدين يروحوا من سوريا لتركيا ومن تركيا بيهاجروا ليه او بيكون في رحله بقى بيروحوا لأوروبا. فكل دي في إطار إن هم عايزين يتوقف الحقيقة يعني الكثير من أو يتم توقف النزوح اللي هو للاجئين. موسكو بتحذر أيضا من إقامة منطقة حظر طيران في سوريا بدون موافقة دمشق. في برضو كده نبوءة انتشرت وبيتقال إن النبوءة دي كان القديس بايسيوس، وإنه في هلاك لتركيا وإن تركيا تختفي من على الخريطة والكلام ده كله. النبوءة دي هزت العالم، وهل يا ترى هي صحيحة أو مش صحيحة؟ هنشوف الأوضاع. والجميل بقى والأخبار الحلوة أن الجيش السوري الحقيقة بالتغطية الجوية الروسية تمكن من استعادة مناطق كثيرة. استعاد آخر معاقل المسلحين في ريف اللاذقية، ودي كان بالأمس هذا الخبر، وحاجة يعني فعلا بنقول يا رب مزيد من التقدم واستعادة أكثر من المناطق اللي مسيطر عليها سواء المعارضة المسلحة النصرة داعش. نتمنى لهم كل التوفيق لحال الجيش السوري. غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بيقولوا أن هي قتلت 38 مدني على الأقل في الحسكة. في كمان مجموعة وقف الأعمال العدائية في سوريا اجتمعت النهاردة في جنيف علشان خاطر الأمور الخاصة بالحكاية دي. دي مستورة كان بيقول ان استئناف محادثات السلام الشهر الجاري مش بتهيألي ان هي هتكون واقعية. اخر حاجة بس ان امريكا ما بتتحركش لأي مكان غير لما بتيجي استخبارات او عناد استخباراتية ان في خطر عليها. البنتاجون بالنسبة لداعش ليبيا قالوا الضربة دي جاءتت لانه جات لهم استخبارات ان داعش ليبيا بتخطط لهجمات ضد الولايات المتحدة الامريكية. بشكركم لمتابعتنا، وان شاء الله نلتقي بكم على خير الاسبوع القادم واحداث كثيرة وما وراء الاحداث. الى اللقاء.